يا صباح الخير عليكم مشاهدي قناة اون تايم سبورتس. يوم جديد وصباح جديد هنكون فيه مع حضراتكم على مدار ساعتين لمتابعة أبرز وأهم الأحداث الرياضية. بداية أسبوع جديد بادئين أنا ويحيى مشرقين باللون الأسود بدون قصد، بس اللي حصل أظن مفيش أحسن من كده إشراق، يعني الدنيا تمام وزي ما قالك كده الدنيا منورة عندنا هنا، يعني ما تقلقوش. صباح الفل عليك. أحسن منك أنت. لا خل، ما هي الكسرة الأسود بالاصفر، فانا لقيتها عامله كده فانا دخلت في اتجاه تاني، دخلت في اتجاه تاني على طول، اسود في اسود على طول معروف. صباح الفل عليك يا مريان، وصباح الفل على حضراتكم. يوم جديد وبدايه اسبوع جديده ان شاء الله تكون بدايه خير علينا كلنا باذن الله. يوم مهم النهارده لينا اكيد، كلنا مستنيين ظهور النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، بنتمنى له اكيد كل التوفيق. بدايه مشوار لنادي الزمالك مع بيترو اتلتيكو، عندنا كلام كتير على مدار حلقتنا النهارده، هيكون لمده ساعتين في صباح اون تايم. كلمتين وبس. كالعادة بنبدأ مع حضراتكم بأخبار خارج الرياضة، بيكون عندنا كلام كتير أكيد النهاردة على مدار الساعتين زي ما قلت أنا ومريهان. أهلي زمالك في دوري إنجليزي النهاردة، في كلام كتير أكيد عندنا، ولكن هنبتدي بخارج الرياضة من هيئة الأرصاد الجوية. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم إن شاء الله السبت ارتفاعا في درجات الحرارة، عشان يكون بإذن الله الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ان اليوم هتكون في شبوره مائيه صباحا على الطرق المؤديه من والى القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. طيب يعني بنتكلم ان شاء الله يكون الجو في تحسن، شفنا ده امبارح ولكن بالليل الحمد لله ما كملش، يعني شفنا ده لمده ساعات لذيذه جدا كده، بس بعد كده بتلاقي خلاص بتخش 5 6 دي شكرا، دي طب عايزين حاجه باي باي، احنا داخلين في الجو البارد. احنا بدايه ان انت تكون بتخش على فصل الربيع، ان الصبح يبقى جو لطيف وبالليل يفضل برد برضه، فان شاء الله هنكون بنعدي المرحله دي. والصيف انا بجد انا عندي مشكله ان الصيف يجي، انا مش كمان هيئه الارصاد الجويه مش بتحذرنا ان في اي موجه من الصقيع هتكون بتيجي غير المعتاد بالنسبه للساعات المتاخره من الليل او حتى كمان من بعد ما تكون الشمس بتغرب. ولكن على مستوى برضو متابعتنا لملف الكورونا واخر طبعا كل المستجدات الخاصه بتطورات الفيروس، اكدت منظمه الصحه العالميه ان الوفيات من فيروس كورونا في العالم اغلبها وسط اللي لم يتلقوا اللقاح، وكانت منظمه الصحه العالميه قد أكدت في تقرير لها أن قارة أفريقيا ستستطيع السيطرة على وباء كورونا هذا العام إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وعلى صعيد لقاحات كورونا، قالت الدكتورة موتشيسيدو مويتي المدير الإقليمي لأفريقيا بمنظمة الصحة، أن القارة الإفريقية أصبحت أكثر ذكاء وأسرع وأفضل في الاستجابة لكل طفرة من طفرات كورونا. ده اللي بنأمله مش بس على مستوى قارة أفريقيا، على مستوى كل القارات، أن احنا نكون بنتخطى أزمة الكورونا وبنتعامل معها بالشكل الجيد، علشان بإذن الله يكون ليها في يوم من الأيام نهاية ونكون قادرين نتعامل ونعيش حياتنا بالشكل الطبيعي. لأنه يعني للأسف احنا عايشين، ولكن برضو الواحد طول الوقت مش مستريح، يعني أنا مش مطمنه له طول الوقت. الحقيقة شعور متبادل جدا، يعني هنعمل ايه بس يعني مضطرين. لا بس والله يعني الحمد لله يعني على كل حال. بس نتمنى يا حاج مالك فيه، عارف حسيت ان الاسود مديني كده وقار زياده عن اللزوم. لا متهيألي يعني نتمنى زي ما انت قلت مريان، ممكن تكون الارقام بتقل، ممكن تكون الدنيا بتهدى شويه، ولكن لسه في حته اللي انت قلقان، لسه متخوف، لسه اكيد حاجات كتيره قوي مش عارف تعملها زي ما كنت بتعملها قبل الكورونا. فنتمنى ان احنا نخلص من الكابوس اللي دخلنا فيه بقالنا على مدار سنتين اهو، نتمنى ان احنا نخلص منه باذن الله. طيب
امبارح كان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاز المستشار مرتضى منصور بمقعد رئاسة نادي الزمالك لولاية ثالثة على التوالي بعد منافسة مع الثنائي أحمد سليمان وعمر هريدي عشان يقود النادي من 2021 وحتى 2025. جه عدد الأصوات كالآتي: 21,109 صوت للمستشار مرتضى منصور، و 15,928 للواء أحمد سليمان، و 958 صوت لأستاذ عمر هريدي. جه تشكيل مجلس الإدارة كالتالي: رئيس مجلس الإدارة المستشار مرتضى منصور، نائب الرئيس مصطفى كامل عبد الباسط هدهود، أمين صندوق خالد لطيف، الأعضاء أحمد مرتضى منصور، علاء ناجي أبو العلا، محمود محمد طه، وعلاء مقلد، وجمال عبد الحميد، بسنت سيد جوهر، سليمان وهدان، مريم رزق، وأحمد دعبس. دي قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد المنتخب. أكيد بنتمنى كل التوفيق للمجلس، وطبعا كل جماهير نادي الزمالك عندها طموحات كبيرة جدا، وأكيد كمان المسؤولية كبيرة في توقيت فيه ملفات كتيرة جدا هيكون بيتحملها على عاتقه المجلس الجديد. إن شاء الله يكون في استقرار دايما في كل الأندية المصرية، لأن في الآخر ده بيصب في مصلحة منظومة الرياضة المصرية. خلونا نستكمل أخبارنا وأيضا من نادي الزمالك واللي كنا بنتابع من أسابيع القرعة الخاصة بكأس العالم للأندية لكرة السلة واللي هتكون بتحتضنه مصر. فعلا بدأ مشوار الأندية في هذه البطولة، ولكن البداية ما كانتش أفضل حاجة بالنسبة لنادي الزمالك. خسر أمام فريق سان باولو بورغاس بنتيجة 78-61 في نصف نهائي كاس العالم للأندية لكرة السلة على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر، وبيلتقي الزمالك مع ليكلاند ماجيك الأمريكي يوم الحد. بكرة إن شاء الله هيكون الساعة 5 مساء في مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع، في ما بيلعب سان باولو بورغاس مع فلامينجو في نفس اليوم على الميدالية الذهب. بنتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك بإذن الله، هم لاعبين كبار وفريق كبير على مستوى كرة السلة، إن شاء الله يكونوا قادرين لحصد الميدالية البرونزية. إن شاء الله أكيد بنتمنى التوفيق لنادي الزمالك. شفنا امبارح لقطات رائعة من جمهور نادي الزمالك اللي كان رايح بيساند الفريق امبارح، بنتمنى له أكيد كل التوفيق. مشاهدينا هنبدأ أكيد أخبارنا مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل لنواصل. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا، واكيد زي ما بنتكلم النهارده يوم مليء بالمباريات على مستوى بطولات كتيره جدا. ممكن يكون طبعا ابرز الماتشات المنتظره بالنسبه لنا الظهور بالنسبه لنادي الزمالك في بطوله دوري ابطال افريقيا لهذه النسخه، وطبعا النادي الاهلي واللي اكيد هيكون عنده لقاء مهم جدا باذن الله يحصد من خلاله الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه امام الهلال السعودي، هتكون مباراه اكيد كبيره جدا. خلونا نستعرض معاكم ابرز المباريات اللي هنكون بنتابعها النهارده، والبدايه مع بطوله دوري ابطال افريقيا. الساعة 3 الترجي التونسي في مواجهة جوان يينج جالكسي من بوتسوانا، الزمالك الساعة 6 في مواجهة بيترو اتلتيكو الانجولي، الساعة 6 كمان حورية الغيني هيكون في مواجهة امام وفاق الصيف الجزائري، والساعة 9 الرجاء المغربي امام امازولو من جنوب افريقيا. طيب زي ما قالت مريهان يمكن ماتشات كتير النهارده على مدار اليوم، خلينا نقول لحضراتكم برضو ماتشات النهارده في كاس العالم للانديه: الساعه 3 الهلال السعودي مع النادي الاهلي، الساعه 6:30 تشيلسي مع بالميراس البرازيلي، مباراه النهائي طبعا كاس العالم، واكيد كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده. الدوري الانجليزي بقى عندنا فيه ماتشات كتير، يمكن النهارده ست ماتشات دوري انجليزي النهارده: الساعه 2:30 يونايتد مع ساوثهامبتون، تشيلسي مع ارسنال الساعه 5، نفس توقيت ايفرتون مع ليدز يونايتد، وواتفورد مع برايتون، برنتفورد مع كريستال بالاس، ونورويتش مع مانشستر سيتي. دي ماتشات دوري الانجليزي النهارده. نروح للدوري الاسباني، مباريات هنكون بنتابعها النهارده او ابرزها: الساعه 5:15 انطلاقه مباراه فيا ريال في مواجهه ريال مدريد، والساعه 10 مساء اتلتيكو مدريد في مواجهه خيتافي. نروح كمان لابرز مباريات اليوم في الدوري الايطالي: نابولي الساعه 7 مساء زي ما حضراتكم هتتابعوا معانا على الشاشه، هيكون في مواجهه انتر ميلان في مباراه قويه، وكمان في مباريات الدوري الالماني هنكون بنتابع النهارده مباراه ضمن منافسات الجوله في الدوري الالماني، هتكون مواجهه الساعه 4:30 مساء بوخوم في مواجهه بايرن ميونخ.
طيب يعني ماتشات كتير زي ما قلنا النهارده، ماريهان كانت بتستعرض مع حضراتكم ماتشات دوري ايطالي اسباني والماني، وفي دوري انجليزي، عندنا كاس عالم الانديه، دوري ابطال افريقيا، عندنا ماتشات كتير الحقيقه النهارده بنتمنى فيها كل التوفيق لانديتنا المصريه باذن الله. خلينا نروح لتقرير صوتي عن مباراه النادي الاهلي والهلال السعودي، طبعا لتحديد المركز الثالث اللي نتمنى فيها اكيد اولا واخيرا كل التوفيق للنادي الاهلي. نروح لتقرير ونرجع مره ثانيه. لا صوت يعلو فوق القمة الكروية العربية التي تجمع بين النادي الأهلي كبير أفريقيا بالهلال السعودي كبير آسيا في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية. مواجهة الأهلي والهلال تعد هي اللقاء الثامن الذي يجمع الأندية العربية بمونديال الأندية، حيث تفوق عرب آسيا في 5 مباريات مقابل فوزين فقط لعرب القارة السمراء، كان آخرها فوز الأهلي على الدحيل القطري بهدف حسين شحات في الدور الأول من النسخة الماضية. قمة عربية مرتقبة نظرا لحجم الفريقين المصري والسعودي، فالأهلي زعيم القارة السمراء يبحث عن البرونزية الثالثة في مشاركته الرابعة في مباراة التتويج بالبرونزية، بينما الهلال عملاق القارة الأسيوية يبحث عن برونزية أولى في المونديال بعدما كان قريبا منها في نسخة 2019 عندما خسر أمام مونتيري المكسيكي. إنجاز عالمي يبحث عنه الأهلي والهلال في مواجهة عربية بمونديال الأندية، فمن ينجح في كتابة التاريخ وتصدير اسمه في سجلات المونديال؟ ماتش اكيد مش سهل، نادي الهلال السعودي فريق كبير وده يمكن شفناه امام تشيلسي كان بيقدم مباراه كبيره جدا، ماتش اكيد مش سهل خالص، تكلم تلعب على برونزيه كاس عالم للانديه، ولكن النهارده ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي، عايزين نشوف مباراه كبيره باذن الله تليق باسم النادي الاهلي. خلينا نستعرض مع حضراتكم ارقام الاهلي امام الانديه السعوديه، لعب 16 مباراه جمعت بين النادي الاهلي والانديه السعوديه، فاز الاهلي في 7 مباريات وخسر في 4 مباريات، تعادل في 5 مباريات، وسجل الاهلي 22 هدف واستقبلت شباكه 15 هدف، دي كانت ارقام النادي الاهلي امام مواجهاته مع الانديه السعوديه. ناخدكم برضو كده في يعني معلومات خاصه بالمواجهات واللقاءات اللي تواجهوا فيها النادي الاهلي المصري والهلال السعودي على مدار مشاركتهم في بطولات مع بعض. تصفيات البطوله العربيه في نسخه 1988 1989 انتهى هذا اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. سنه 1995 كانت في بطوله النخبه العربيه، فاز فيها النادي الاهلي بهدف نظيف. سنه 96 بطوله العرب ابطال الدوري، فاز برضو النادي الاهلي ولكن بهدفين مقابل هدف. وفي بطوله الصداقه الدوليه سنه 98 فاز الهلال بهدف نظيف. نروح لمباراه الدور التمهيدي للبطوله العربيه، ده في عام 2004 اتعادل الفريقين بدون اي اهداف، وفي 2013 مباراه وديه انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. فبنتكلم النهارده ان هي قمه عربيه، مباراه ما بين فريقين كبار بيمتلكوا اوراق كتيره جدا رابحه. طبعا الهلال السعودي وزي ما كان يحيى بيقول الكل كان بيشير طبعا ان تشيلسي ممكن هو يكون الاقرب بالفوز، وحتى من متابعتنا للقاء ممكن يكون تشيلسي هو اللي استحق التاهل الى المباراه النهائيه، ولكن الجوده بتاعه اللاعبين اللي بيمتلكوا طبعا النادي الهلال السعودي بعناصر كتيره جدا محترفه في ضمن صفوفه، بيقول ان هي هتكون مباراه قويه وهيكون في استماته من كلا الفريقين ان هم يكونوا بيحصدوا الميداليه البرونزيه. فبنتمنى طبعا التوفيق النهارده للنادي الاهلي يكون قادر على حسم هذا اللقاء وان هو يكون بيفرح كل جماهير كره القدم المصريه. نفس الحاله بنتمناها لنادي الزمالك ان هم كمان يكونوا قادرين على تحقيق فوز مهم جدا في بدايه المشوار في دوري ابطال افريقيا امام بيترو اتلتيكو الانجولي صاحب الباع الكبير والمواجهات الكتيره امام الانديه المصرية. فبالتالي المواجهتين النهارده هيكون كبار، والارقام دايما بنكون بنستعرضها مع حضراتكم، ولكن بيبقى للواقع وللحاضر حسابات مختلفه. اخر اللقاءات بنتكلم ما بين الاهلي والهلال كان في عام 2013، فبالتالي كل الاوراق اصبحت مختلفه، بنتكلم في 9 سنين تقريبا، فبالتالي هتكون النهارده مباراه بحسابات مختلفه. جيل اكيد مختلف بتتكلم من فتره طويله جدا مرهان، ولكن الهلال السعودي دلوقتي فريق كبير جدا، وده يمكن شفناه وشفنا زي ما كنت بتتكلم الشكل اللي ظهر بيه امام تشيلسي، لا فريق قوي
قوي، فريق كان بيهدد مرمى تشيلسي اكتر من مره، عنده لعيبه كتير، عنده لعيبه محترفه كمان من بجودة عالية، جنسيات مختلفه بجوده عاليه جدا. فاعتقد الماتش مش هيكون سهل، خصوصا ان انت لما بتيجي تلعب ماتشات كاس عالم الانديه مش شرط ان تلعب على المركز الثالث والرابع، لا هي برونزيه، فانت اعتقد ان الموضوع هيبقى فيه ند اقوى والدوافع بتكون مختلفه سواء عند النادي الاهلي او حتى عند الهلال السعودي. نتمنى نشوف مباراه كبيره ما بين ناديين كبار باذن الله. يلا يلا بينا يلا بينا نروح لمرهانة نروح على طول ليا علشان الكاميرا تبقى عادي. اللعبة ده طبعا بيكون فقرتنا اللي من خلالها بنتواصل مع حضراتكم علشان نكون بنشوف تفاعلكم على سؤال. خلونا نتابع في سؤالنا النهارده في فقرة اللعبة. سؤالنا النهارده، ايه توقعاتكم لنتيجة مباراة الأهلي والهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، خصوصا ان احنا حتى واحنا بنستعرض معاكم تاريخ المواجهات هنلاقي مش كل المواجهات كانت في بطولات كبيرة بحجم كأس العالم للأندية اللي فيها طموح مختلف، بعضها ماتشات ودية، بعضها يعني بطولات غير رسمية في إطار حبي، فبالتالي النهارده المنافسة ممكن هتكون بطعم مختلف أكتر. أكيد طبعا زي ما أنت قلت، يعني نتمنى ان احنا نشوف منافسة بطعم مختلف كده ويكون بطعم ممتع لينا كلنا كمحبي وعشاق كرة القدم. طيب خلينا نروح نشوف موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قال ايه قبل لقاء اليوم ونرجع لحضراتكم مرة تانية. السلام عليكم. يس نعم، هي مباراة أخرى كبيرة نلعبها في كأس العالم للأندية بالنسبة لنا ولأي فريق يمثل إفريقيا، كل مباراة دائما ستكون كبيرة، وأعتقد أنها مباراة كبيرة أيضا للهلال. لكي أكون أمينا معكم، أنا أحترم الهلال كثيرا لأنه فريق كبير وهو بطل آسيا. الشيء الجيد بالنسبة لنا هو أننا لدينا ما نلعب من أجله، الميدالية التي نلعب من أجلها، ونتمنى أن نعطي إفريقيا هذه الميدالية مثل الموسم الماضي. وفي الحقيقة كنا نريد ميدالية بلون آخر، ولكن كرة القدم تقول أنك لديك الفرصة لأن تأخذ نفس لون الميدالية وعليك أن تستغلها، ونحن نشكر الله لأنه أعطانا هذه الفرصة، لأن ليس كل فريق في إفريقيا على مدار الموسمين الماضيين يمنح هذه الفرصة. نحن نجتهد حتى نكون موجودين هنا. نحن نواجه فريقا سجل 6 أهداف في هذه البطولة، وهو فريق واجه تشيلسي وأظهر أنه فريق قوي، والشوط الثاني من هذه المباراة كانوا عظماء وشيء مدهش جدا، وهذا أعطانا فرصة لكي نعرف أننا علينا أن نعمل بقوة لأننا سنواجه فريق جيد جدا أمام تشيلسي. لكي أكون أمينا معكم، أن الهلال كان لديه الفرصة لأن يتعادل ويمد المباراة لوقت إضافي، ولكن هذا أيضا يوضح أن مستويات كرة القدم تتقارب بين أفريقيا وآسيا. الأمر ليس كما كان في الماضي عندما كان الأمر مختلفا. بالنسبة لنا كفريق النادي الأهلي، أحد الأشياء التي فعلناها بشكل جيد هو أننا صححنا أخطاء مواجهتنا مع مونتري، لأن تاريخنا مع مونتري لم يكن جيدا، هزمونا مرتين 2-0 و5-0، وهذه المرة صححنا من الأخطاء، وهذا جزء جيد جدا أننا نقول أننا قد غيرنا القصة مع مونتري. وحتى مع بالميرس خسرنا أمام بالميرس، وأنتم رأيتم نوعية اللاعبين، ولكن العام الماضي هزمناهم، وتاريخنا الآن يقول أننا نقترب من النهائي، ولكننا سنواجه فريقا قويا لديه لاعبين قادمين من بورتو ومن البريمير ليج، ويأتون بلاعبين من البريمير ليج، وهذا يوضح مدى قوة الهلال وقوة التمويل وراء الهلال. ولكننا لن نقلق بشأن هذا، لأننا سنعطي أنفسنا حقها، سنعمل بما لدينا. بدأنا الشوط الثاني أمام بالميرس بشكل أكثر وثوقا وقوة، وكنا نحاول
وهذا ما نفكر فيه دائما. إذا بدأنا بنفس الطريقة التي بدأنا بها مباراة الشوط الثاني مع بالميراس، أعتقد أنه سيكون لدينا الفرصة لأن نخرج بشيء ما. بالفعل لن تكون مباراة سهلة، والشيء الجيد بشأن هذه المباراة هو أن واحد من الفرق العربية سيحصل على ميدالية، وهذا شيء جيد للشرق الأوسط أن يقول أن أحد الفرق العربية حصل على ميدالية. وأنا لست أكبر مدير فني درب الأهلي، الأهلي كان لديه مديرين فنيين أكبر مني، أنا فقط ممتن جدا لهذه الفرصة لكي أكون مدربا للنادي الأهلي. أنا أركز على العملية والعمل فقط، بعد العمل يمكن أن لكل شيء أن يتم التحديد. وإذا نظرنا إلى الحياة بشكل عام ونظرنا إلى الأمور من خلال العقد فقط، فإننا سنوضع أنفسنا تحت ضغوط صعبة. علينا أن نكون أمناء مع أنفسنا. نحن في مجال كرة القدم، وأنا أعمل في كرة القدم منذ 21 عاما، وأنا لن أقلق في أنني سأكون في العام الثاني والعشرين. وما أقوله دائما أننا سنبذل قصارى جهدنا دائما لنأتي إلى هنا كل سنة، وأتمنى أن نعود إلى هنا مرة أخرى بإعداد جيد، لأن الواقع أننا لم نستعد جيدا. تصريحات طبعا من بيتس موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، واللي بيوضح كمان من خلال بعض الجمل أنه الظروف اللي بيمر بيها النادي الأهلي ما كانتش أحسن حال، وأن الاستعدادات الخاصة للمشاركة في هذه البطولة ما كانتش الأسهل. ولكن بكل تأكيد مباراة هتكون مهمة جدا للنادي الأهلي النهاردة أمام الهلال السعودي، هنكون كلنا بنتابعها، وبإذن الله تكون بتليق باسمه وبسمعة الكرة العربية اللي بنتشرف بالتواجد الكبير ليها في هذه النسخة من كأس العالم للأندية. خلونا نستكمل تابعتنا لبعض التصريحات الخاصة باستعدادات النادي الأهلي سواء كجهاز فني أو كلاعبين قبل انطلاقة مباراة النهاردة بإذن الله لتحديد المركز الثالث. واحد من كباتن النادي الأهلي الكبار واللي مقدم عروض مميزة جدا على مستوى هذه البطولة، الكابتن رامي ربيعة، وتصريحاته الخاصة من المؤتمر الصحفي. خلونا نتابعها ونعود مرة ثانية. فريقينكم محترمين جدا، فريق الهلال وفريق المصري، طبعا الأهلي المصري، يعني كونها تبقى مباراة بس هي تبقى حاجة كبيرة جدا بينا، انه نحاول نثبت نفسنا، نحاول نبين للناس ان احنا عندنا كرة كويسة، واحنا اثبتنا ده اوريدي بالفعل. فريق الهلال فريق كبير، عمل مباراة كويسة زي ما كوتش قال، اثبت انه فريق كبير وهو اصلا فريق محترم. ده يبين يعني هي تبقى علاقة محترمة في الملعب بين البلدين قبل ما تكون مباراة، فالموضوع ده يخلينا ان احنا نبقى نظهر بشكل كويس، وان احنا ان كل فرقه تعمل اللي عليها، والمكسب ده بتاع ربنا، وربنا يكرم ان شاء الله النادي الاهلي. طبعا انا لعبت مع 2 في البرتغال في سبورتنج لشبونه، كاريلو وبريرا كانوا معايا في سبورتنج لشبونه، فانا عارفهم شخصيا يعني، وبنتعامل مع بعض دايما، بنتكلم مع بعض، فدول اللاعبين اللي كانوا معايا من لما كنت في سبورتنج لشبونه يعني. فلا فريق الهلال فريق محترم زي ما كوتش قال، في لعيبه كتير سالم، وفي لعيبه محترمه جدا 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 يعني في المستوى، يعني هيبقى ماتش زي ما قلت لك ماتش محترم، نثبت للعالم ان في كره محترمه، ومع السيستم طبعا مع كوتش هنبدا نعمل بتكتيك اللي احنا متعودين عليه، وان احنا نقدر نهاجم وندافع مع بعض، فهيبقى الموضوع هيبقى مباراه تبقى قويه بالنسبه للهلال وبالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله. انا بالنسبه لي يعني كانت طبعا حاجه محبطه ليا بالنسبه لي ان انا ما اروحش كاس عالم السنه اللي فاتت، بس دي ادتني دفعه، يعني انا في النادي الاهلي من وانا عندي 8 سنين تعودت ان انا اثبت نفسي، وان انا ما اهتمش بقرارات يعني الموجود معايا ايا كان الكوتش، فكان احترام القرار واحترام ده بيديني دفعه ان انا ادوس على نفسي اكتر، وان انا اركب نفسي الغلط، ان انا اكيد في حاجه فيا غلط او في حاجه في مستوايا ناقصه، ده يديك الدفعة ان انا اشتغل اكتر على نفسي، وان انا اثبت نفسي. ورسالتي للناشئين ان هم يدوسوا على نفسهم، ما يفرقش معهم لعب اساسي لعب احتياطي بره القايمة، هو انت شغلك لعيب كورة انك تركز في الملعب بس، ما تركزش في كلام الناس، لو ركزت مع كلام الناس والسوشيال ميديا والحاجات دي مش يعني هتقع، لان كلام في كلام حلو هتسمعه وفي كلام وحش هتسمعه، ويعني بين الحاجتين بتبقى شعرة كده صغيرة اللاعب مفروض يحس بيها، ان يعني لما يعمل حاجة كويسة الناس هتشكر فيه جدا،
لما يعمل حاجة وحشة بعديها بيومين الناس هتقول عليه كلام وحش جدا. فرسالتي ان محدش يسمع لحد، واشتغل واعمل لنفسك اسم واعمل لنفسك كارير في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اكتر نادي بطولات، فانت ده هتقدر تحقق فيه بطولات وتقدر تحقق فيه ذاتك، لان اللعيب الصغير بيبقى عنده باور ان هو يثبت نفسه، وانا كنت لعيب صغير وكنت عايز اثبت نفسي. كان اول مباراه ليا في كاس عالم الانديه كانت في اليابان في 2012، كانت عندي 19 سنه ولا 18 سنه، فكنت انا صغير جدا وكنت بلعب اساسي. فبالنسبه لي انا كرساله ليهم، انا حضرت كاس العالم 3 مرات، وكانت اللي انا ما حضرتهاش السنه اللي فاتت دي كانت هتبقى الرابعه، بس الظروف وزي ما انت قلت كده ده نصيب، انك تشتغل على نفسك وتدوس على نفسك ما شاء الله. ثانك يو كوتش. وربنا كلل مجهودي ان انا خدت احسن لاعب في المباراه في مباراه مونتيري، فده احلى جايزه بصراحه بالنسبه لي ان انا دوست على نفسي، وربنا يكرم طبعا. وكلنا فرقه واحده، مش انا اللي خدت احسن لاعب، يبقى الفرقه كلها طبعا بمساعدتهم معايا، وكلهم كانوا رجاله في المباراه، وتكمل ان شاء الله بناخد ثالث كاس عالم ان شاء الله. هو كل مباراه ليها حساباتها، وكل مباراه ليها تفكيرها، وكل مباراه ليها التكتيك بتاعها، فما فيش فرقه بتبقى اعلى من فرقه، وفي فرقه هو على حسب زي ما الكوتش قال، احنا كسبنا بالميراس السنه اللي فاتت وخسرنا منها السنه دي، وخسرنا من مونتيري مرتين في كاس العالم وكسبناها السنه دي، فما فيش فرقه اسمها كعبها عالي وفي فرقه كعبها واطي. هي الفكره كلها ان على حسب مودك وعلى حسب الحظ في الماتش، او على حسب اللي مركز اكتر في المباراه. بس لو مباراه اتكررت او في مباراه كذا مباراه، على حسب الفرقه داخله بتركيز عامله ازاي، فهي ما لهاش علاقه بفرقه اعلى من فرقه، هي فرقه مركزه، وفرقه ممكن تبقى التركيز بتاعها ممكن يبقى على مراحل، زي ما احنا دخلنا الماتش مش مركزين في الشوط الاولاني، او الماتش سرقنا شويه، او التركيز الزياده خلانا نبقى فاقدين شويه من تركيزنا، لان اوقات التركيز الزياده بيبقى بيتاثر عليك بالسلب. فدي ما فيهاش كعب اعلى وكعب اوطى، دي فيها ان هو اللي حظه حلو واللي بيبقى مركز في الماتش هو اللي بياخد الماتش. الحكم بس هو اللي حكم لنا ماتش بالميرنس، هو اللي هيبقى متواجد في المباراه برضو. ما عندناش تعليق طبعا، هو انك تركز في ماتشك وتركز في ادائك. لو انت كسبت او جبت جون هتبقى مش مركز في قراراته. ممكن الحكم اوقات كتيره قوي بيبقى ضاغط عليك في قراراته ان بيحسب فاولات مش موجوده، بس مش دي الشماعه اللي احنا هنعلق عليها الاداء. لازم نكون احنا مقصرين، بس ما عنديش فكره ان هو يتغير ولا لا، بس عارفين ان هو اللي هيبقى الحكم المباراه بكره ان شاء الله. اكيد تصريحات دايما بتسمعها من لعيبه النادي الاهلي او المدير الفني للنادي الاهلي، وكلهم قد ايه بيتكلموا بنفس الفكر او نفس الروح اللي ان شاء الله نلاقيها النهارده في الملعب، وعارفين يعني ايه برونزيه كاس عالم الانديه حققت السنه اللي فاتت، عايز تكمل وتحقق السنه دي. كل التوفيق اكيد النهارده للنادي الاهلي امام الهلال السعودي، نتمناها مباراه كبيره باذن الله ما بين فريقين كبار. طيب على صعيد اخر، منتخباتنا الوطنيه في كل الالعاب الحقيقي بتعمل انجازات كبيره جدا وعظيمه جدا. خلونا نروح لتقرير عن تكريم من وزاره الشباب والرياضه لمنتخب مصر للسله جلوس، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. أنا سعيدة جدا النهاردة طبعا، إن طبعا زي ما أنت سمعت إن هم الأولاد دول من 23 سنة ما كانت لهمش الفرصة إن هم يحققوا هذه البطولة. ده طبعا أنا سعيدة جدا إن ده تم في إنجازات تحت رئاستي في اللجنة الأولمبية المصرية. هم ما شاء الله أبطال، على فكرة واجهوا ظروف صعبة جدا جدا لغاية يوم السفر، هم بيواجهوا ظروف صعبة بس قدروا إن هم يحققوا، وطبعا فرحونا، وإن شاء الله دي بداية، وإن شاء الله هتشوف في كأس العالم إذا أراد الله إن شاء الله هيثبتوا نفسهم، وإن شاء الله هيبقوا أبطال، وإن شاء الله هيكونوا معانا في 2024 في باريس لو أراد الله. طبعا احنا عندنا خطة ان شاء الله، احنا عندنا طبعا انتخابات في اللجنة البرلمانية، لو ربنا وفق وان شاء الله ان احنا يعني نكون موجودين، احنا عندنا خطة لكل الابطال ولكل البطولات اللي جاية، هيبقى في دعم وهيبقى في بقى تخطيط ان شاء الله على مستوى دي. اقيمت البطولة الافريقية في اديس ابابا العاصمة الاثيوبية، والحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا وحصلنا على المركز الاول، والصعود لكأس العالم 2022 بعد غياب 23 سنة. الإنجاز ما توقفش عند الحد دوت، بل حصل أحد لاعبينا
على كأس أحسن لاعب في القارة، وأيضا لاعب آخر على كأس أحسن لاعب ارتكاز في القارة، وده إنجاز كبير. احنا الحمد لله ربنا كرمنا ولعبنا الماتش النهائي مع جنوب أفريقيا. البطولة كانت شرسة جدا، كانت صعبة جدا جدا في ظل أجواء كورونا، عندنا مشاكل كتير جدا جدا في البطولة ديت، عندنا مشاكل كتير في الكراسي، عندنا حاجات كتير كتير جدا بجد يعني. عسكرنا فترة قصيرة جدا، فكنا بنتمنى نعسكر فترة طويلة. احنا ربنا كرمنا وكسبنا جنوب أفريقيا 60-58 الحمد لله، وحصلت في البطولة دي على أفضل لاعب، هداف البطولة، خدنا كرة الماتش، خدنا شبكة الماتش. احنا راجعين منتصرين، ونتمنى الله عز وجل ان الدولة كلها تتكاتف ورا الفريق ده، لان الفريق ابتدى يحط رجله على خطوة من 23 سنة كانت بعيدة جدا جدا جدا. الحمد لله وبنشكر الله سبحانه وتعالى اللي انا كنت حديث البطولة، لان انا شاركت سنة 98 في بطولة العالم، وربنا يعني الواحد حافظ على نفسه، والفضل ده يرجع للمؤسسة العسكرية، لان انا انصبت طبعا في القوات المسلحه في المؤسسه العظيمه دي اللي بدين لها بالفضل، واللي انا قدرت ان انا حافظ على لياقتي واخش موسوعه جينيس اللي انا 56 عام وارفع كاس قاري، ودي ما حصلتش قبل كده على المنطقه في المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه، يعني ان لاعب 56 سنه ويحصل على كاس الامم الافريقيه. فوجه التحيه الوجبه للمؤسسه العسكريه، الحمد لله اللي انا بعد الاصابه بتاعتي احتفظت بروح المقاتل، والحمد لله طبعا وبوجه الشكر والشكر للجهاز الفني واللاعبين، والحمد لله وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله نشكر ربنا على البطوله ديت اللي بنهديها للشعب المصري، وبنهديها لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيا مصر. هو الحمد لله احنا عملنا فتره اعداد يمكن كانت قصيره شويه وكان فيها مشاكل كتير، وكانت فتره اعداد غير كافيه وحصل مشاكل كتير قبل السفر. الحمد لله عندنا لعيبه جدد وعندنا لعيبه شباب في الفريق، وتم خلط الخبرات باللعيبه الجدد، عملنا ميكس كويس جدا، والمدربين تعبوا معانا بصراحه لمده 15 يوم معسكر، وقدرنا احنا الحمد لله قدرنا نشارك بالرغم ضعف الامكانيات وضعف الكراسي المتحركه بتاعتنا، قدرنا نكسب جنوب افريقيا بكل امكانياتها بكل محترفيها، كسبناها في النهائي 60-58 وتاهلنا لبطوله العالم الحمد لله. اكيد بنتمنى كل التوفيق لكل منتخباتنا في الحقيقه في كل الالعاب، دايما هنفضل بنساند بندعم اي منتخب بيشارك في اي لعبه، اكيد هنفضل نساند وندعم. طيب خلينا نروح ننتقل مع حضراتكم لاخبارنا في ام فاير نيوز. اكيد هنبدا من النادي الاهلي، والكل منتظر النهارده ديربي عربي ما بين الاهلي والهلال السعودي. خلونا نستعرض مع حضراتكم التشكيل المتوقع للنادي الاهلي النهارده امام الهلال السعودي. في حراسه المرمى طبعا علي لطفي، خط الدفاع علي معلول وياسر ابراهيم، والظهور الاول بقى لمحمد عبد المنعم النهارده ومحمد هاني. في خط الوسط حمدي فتحي والسوليه واليو ديانج، وقدامه محمد عبد القادر وحسين الشحات او طاهر محمد طاهر، واكيد هيلعب بسترايكر او فيرود يعني محمد شريف. ده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي النهارده امام الهلال السعودي. نتمنى كل التوفيق، نتمنى التوفيق لمحمد عبد المنعم، لعيب لسه بيظهر لاول مره مع النادي الاهلي بعد اداء عظيم مع منتخب مصر. نتمنى كل التوفيق لكل اللعيبه اللي موجوده باذن الله في النادي الاهلي النهارده امام الهلال السعودي. ان شاء الله المجموعه اللي تكون بتشارك تكون جاهزه بافضل شكل ممكن، وباذن الله يكون الميداليه البرونزيه من نصيب النادي الاهلي المصري في هذه البطوله اللي اكيد كانت صعبه، والتوقيت بتاعها ما كانش افضل حال، والتحام المواسم مع التحام البطولات مع التحام البطوله في توقيت كاس امم افريقيا ووصول اللاعبين وهم اوريدي مجهدين، فبالتالي الحال ما كانش اسهل حاجه. ولكن باذن الله النادي الاهلي وكالعاده وهو معود كل جماهير كره القدم المصريه دايما بيتخطى كل التحديات. في سياق مختلف وبرده من مشاركه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، الوفد الخاص بالنادي الاهلي برئاسه خالد مرتجي كان قدم شكوى متعلقة بالمشاركة في كأس العالم للأندية، وطلب من المسؤولين في بطولة كأس العالم للأندية رفع هذه الشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فيما يخص بعض النقاط اللي هم شايفينها مش عادلة بتكون بتسري على الأندية العربية أو على أبطال سواء أفريقيا أو أسيا بشكل مختلف عن أبطال أوروبا. فخلونا كده نستعرض معاكم أربع نقاط هم اللي جم في الشكوى الخاصة بالنادي الأهلي واللي
المفترض هيكون بيرفعها اللجنة المتخصصة للدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم. البداية هو نظام البطولة اللي بيمنح بطلاي أوروبا وأمريكا الجنوبية أفضلية أن هم يكونوا بيشاركوا بداية من الدور قبل النهائي بشكل مباشر في الوقت اللي لازم يكون بيشارك فيه أبطال أفريقيا وأسيا من الدور الأول، وده موضوع ما فيهوش أي عدالة، وكمان بينسف مبدأ تكافؤ الفرص ما بين الأندية المتنافسة. كمان بخصوص يمكن البند رقم 2 يعني اللي كتبه أو اللي أصدره النادي الأهلي بخصوص الظلم اللي تعرض له النادي الأهلي وفقدانه لتسع من لاعبي الدوليين بسبب بدء طبعا منافسات كاس العالم للأندية بالتزامن مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية، وده أمر يمكن أعتقد يعني سبب شفنا كان بيصعب المهمة على النادي الأهلي، وده اللي بيتكلم إن فيفا إن ده ينفذه إذا ما كان يتعلق ببطولة الأمم الأوروبية. نروح لنقطة تانية وأيضا هي من النقاط المنطقية مرتبطة بعض الشيء بالنقطة الأولى اللي قلتها، الإنذارات اللي بيحصل عليها لعيبة الأندية اللي بتشارك في الدور الأول بيتم تصعيدها معاهم للأدوار التالية، فبالتالي من الممكن أن يكون أي نادي شارك من الدور الأول بيفقد لاعبين حصلوا على الكارت الأصفر في الأدوار اللي بعدها. الناحية التانية بقى بيشارك لعيبة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية من الدور قبل النهائي مباشرة، فبالتالي بيكون مفيش أي حد منهم حصل على أي إنذارات قبل كده، ويجب مراعاة الموضوع ده بالنسبة للأندية اللي بتشارك في عدد ماتشات أكتر وبتبدأ مشوارها من الأدوار الأولى. طبعا دي على يعني زي أيمن أشرف وقفشة يمكن هي اللي بينطبق عليهم البند ده مرهين اللي انت كنت بتقولين هم مش هيكونوا بيشاركوا. بند رقم 4 خاصة خاص بالتحكيم وتوزيع الحكام على المباريات ومستوى البعض منهم والأخطاء اللي بيرتكبوها في المباريات زي ما حصل في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، يمكن ده اللي تقدم بيه النادي الأهلي زي ما بنقول لحضراتكم كده، أو الوفد من النادي الأهلي برئاسة الأستاذ خالد مرتجي للجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، ويمكن فيها بعض النقاط نقاط مهمة جدا ونقاط أنا شايفها منطقية جدا. أنت بتتكلم في نقط اللي هو اشمعنى ده وده يبقى بيشاركوا من الادوار اللي قبل النصف النهائي على طول، وان اشمعنى بطل اسيا وافريقيا من الدور الاول. نفس الكلام فكره الانذارات فكره التحكيم، اعتقد كلها نقاط منطقيه من قبل النادي الاهلي ان انت تقدم بيها للجنه المنظمه لكاس العالم للانديه عشان البطولات اللي جايه ان شاء الله لو ما نشوفش بعض التفاصيل اللي ممكن تكون بتأزم الموضوع. يعني انت لعيبه النادي الاهلي من غير 9 من لعيبته الدوليه اكيد ده اثر عليه بشكل كبير، حتى لو اللعيبه اللي موجوده مش بقل من اللعيبه اللي موجوده، ولكن لما تاخد من فريق 9 لعيبه من القوام الاساسي اعتقد الموضوع مش هيكون سهل على اي نادي. طيب خلينا نتكلم على ماتش النهارده بشكل اكبر شويه ونتكلم فنيا عن مباراه اليوم مع واحد من نجوم مصر نجوم النادي الاهلي كابتن احمد عبد الفتاح اللي منورنا عبر لايف. يا كابتن صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا يحيى وصباح الخير يا مريهان وصباح الخير لجميع مشاهدي اون سبورت. بنصبح عليك يا كابتن ومنورنا، واعتقد النهارده مباراه مهمه جدا بالنسبه لكل جماهير كره القدم المصريه الاهلاويه هيكونوا بيتابعوا هذا اللقاء عن قرب. تعليق حضرتك على مشوار النادي الاهلي في المباريات السابقه ولاي مدى منتظر مباراه هتكون كبيره، لان المنافس بنتكلم عليه كبير وقدم عروض مميزه وبيمتلك نجوم كثر، فبالتالي مباراه النهارده مش هتكون سهله على من الفريقين. والله يا مرهان الموضوع قبل مباراه النهارده ظروف النادي الاهلي قبل البطوله قابلته ظروف صعبه جدا، اذا كان اولا تجمع المنتخب المصري قبل البطوله قبل بطوله مثلا كاس الامم الافريقيه، تعرف النادي الاهلي مجموعه لعيبه كبيره جدا في المنتخب المصري وغياب ولاعيبه النادي الاهلي لعبت البطوله اللي هي بطوله الرابطه، وكان مستر موسيماني لعب المجموعه اللعيبه الصغيره، فعقبال ما لعبت اللعيبه الكبار اذا كان قفشه اذا كان اللعيبه بقى احمد عبد القادر اللعيبه اللي كانت موجوده في المنتخب لعبت اخر مباراه بس اللي كانت مباراه سموحه. بعد كده المباراه المنتخب ورجوع لعيبه المنتخب للنادي الاهلي بعد المباراه الاولى كانت الامور صعبه جدا. النادي الاهلي لعب مباراه مونتيري المكسيكي، وكان انا شايف ان هي مباراه تعتبر للاعيبه البديله اكتر في الملعب، مباراه اسطوريه قدر محمد هاني يجيب جون والنادي الاهلي يكسب البطوله، وكانت مباراه معظم جماهير النادي الاهلي كانت حاطاها في الحسبان، يعني كل الناس كانت رايحه تلعب لاعب مونتيري المكسيكي، بس احنا قلنا ايه
يعني المباراه تبقى صعبه، نتائجنا مع مونتيري تهو متفوق دايما علينا، بس الحمد لله اللعيبه طلعت رجاله وادت مباراه كويسه جدا وكسبت. رحنا لبالميراس طبعا كان لعيبه المنتخب خسرت البطوله وجايين على المباراه دي. الحاله النفسيه للعيبه، حاله الاجهاد، مستر موسيماني دخل مجموعه من اللعيبه اذا كان السوليه اذا كان ايمن اشرف، رؤيته بقى الفنيه مع اللعيبه يعني. كنت شايف المباراه كانت صعبه جدا مع بالميراس، يعني انا شايف ان الظروف البطوله ونفسها من اولها لاخرها ما كانش لصالح النادي الاهلي. بس النهارده اتمنى النهارده ان شاء الله مباراه صعبه جدا مع الهلال، واحنا شفنا الهلال مع تشيلسي فريق جيد جدا، فريق قوي جدا، هتبقى مباراه كويسه جدا بين فريقين كبار جدا، النادي الاهلي ونادي الهلال، ديربي مصري سعودي. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحافظ على المركز الثالث زي ما كسب المركز الثالث السنه اللي فاتت. اتمنى التوفيق للمباراه النادي الاهلي مع انها النهارده مباراه صعبه جدا جدا. كابتن احمد، يعني لو اتكلمنا عن التشكيل اللي ممكن يخوض بيه النهارده بيتسو موسيماني اللقاء، يعني خلينا نتناقش مع حضرتك في جزئيه علي لطفي لا خلاف عليه طبعا بعد اصابه محمد الشناوي. النهارده ظهور محمد عبد المنعم الوافد مره ثانيه للنادي الاهلي وظهوره في كاس العالم للانديه بجانب ياسر ابراهيم، محمد هاني وعلي معلول ما اعتقدش في خلاف عليهم. رايك ايه في الخط الدفاعي للنادي الاهلي النهارده اللي ممكن يكون بيبدا بيه بيتسو موسيماني، ورايك في الدفع محمد عبد المنعم؟ طبعا بدايه مستر موسيماني بيحب يلعب في المباريات الكبيره دي طريقه 3 4 3، بس في غياب ايمن اشرف النهارده عامل له مشكله للموضوع ده، لان هو بيحب يدي حريه لمعلول، وايمن اشرف يشتغل في الجنب الشمال. غياب ايمن اشرف النهارده هيعمل له مشكله، لان معلول لما يلعب 3 مساكين هو بيحب المساك الثالث يبقى لازم يكون اشول شويه. غياب بدر برده بدر بنون مؤثر كبير جدا على دفاع النادي الاهلي. النهارده محمد عبد المنعم لعيبه مميزه جدا، ومع العلم ان عايز اقول معلومه كده صغيره، محمد عبد المنعم انا كنت مع كابتن حماده صدقي ماسكين سموحه الموسم اللي قبل السابق، وكابتن حماده صدقي قال لي في لعيب اسمه محمد عبد المنعم في ناشئين النادي الاهلي عايزين نجيبه اعاره النادي الاهلي، فانا استغربت ان كابتن حماده عايز يجيب واحد ناشئ ويلعبه مع فريق سموحه، برضه فريق سموحه والدوري ممتاز مباراه صعبه جدا وما عندوش خبرات. فعلا كابتن حماده صدقي صمم على وجود محمد عبد المنعم، وفعلا جه اول تمرين شفته فيه حسيت فعلا خامه مميزه جدا، وقلت محمد عبد المنعم ده هيبقى في حته كويسه جدا بعد كده. الحمد لله فعلا رؤيه كابتن حماده صدقي ورؤيه الناس كلها في محمد طلعت في محلها. محمد لاعب جيد جدا، اتمنى له التوفيق في مشواره مع النادي الاهلي، من ابناء النادي الاهلي، ودي حاجه بتبقى متربي على سلوك معين وطريقه معينه وفوز بالبطولات. اتمنى له النهارده التوفيق في اول مباراه. وجود محمد عبد المنعم النهارده مع ايمن اشرف مع محمد هاني السوليه وحمدي فتحي، مش عارف بقى هل معلول هيلعب باك شمال ويلعب بالطريقه العاديه 4 2 3 1، ولا هيبدا يلعب حمدي فتحي ممكن يلعب برده مساك في الطريقه اللي هو بيحب يلعبها 3 4 3. فهنشوف النهارده مستر موسيماني هيفكر فيها ازاي. تمام، يعني حضرتك ذكرت النقطة اللي أنا كنت حابة أسأل حضرتك فيها يا كابتن أحمد، وهي متعلقة بإدارة بيتسو موسيماني للمباراتين اللي فاتوا. مونتيري كان في إشادة كبيرة جدا جدا بإدارة موسيماني لهذا اللقاء، وإزاي كان هو يعني عنده المفاتيح اللي يوقف بيها خطورة الفريق المكسيكي. المباراة اللي بعدها الشكل كان مختلف بعض الشيء أمام بالميراس، فتقييم حضرتك لظهور نادي الأهلي تحت قيادة موسيماني في اللقاءين اللي فاتوا، ومستني منه إيه في مباراة حضرتك وصفتها باللي هي مش هتكون سهلة أمام ند كبير أظهر أنيابه أمام فريق تشيلسي؟ والله المباراة الأولانية مباراة مونتيري المكسيكي كانت مباراة اللعيبة، يعني روح اللعيبة وازاي يعوضوا غياب اللعيبة الدوليين في المباراة الأولانية، وفعلا اللعيبة طلعت رجالة في المباراة دي وأدت المباراة، وما حسيناش إن النادي الأهلي غايب عنه مثلا السولية، غايب عنه حمدي فتحي، غايب عنه محمد شريف، غايب عنه لعيبة بدري بنون، لو كلمنا برضو الشناوي، لو كلمنا عن مش لاعب ولا اثنين ولا ثلاثة دلوقتي اي فرقه لعيب واثنين بيأثر فيهم، لكن النادي الاهلي في المباراه الاولانيه بصراحه ادى مباراه على اعلى مستوى وقدر يكسب ان هو يلعب يقدر يلعب المباراه بالنهايه. انا مع النادي الاهلي برضو في الشكوى اللي بيقدمها، ان ازاي انت بطل لافريقيا او بطل لقاره كبيره جدا وتيجي تلعب برضو الادوار الاولانيه وبطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه يقدر يلعب الادوار قبل النهايه. فدي انا مع الشكوى دي، وانا شايف ان فيهاش عدل خالص. النادي الاهلي لو باسم النادي الاهلي قاريا ودوليا
النادي الاهلي من اكبر الفرق اللي واخد بطولات في العالم، بطولات قاريه. فانا شايف ان اتمنى التعامل من الاتحاد الدولي مع النادي الاهلي بيبقى بطريقه مختلفه الفترات الجايه ان شاء الله. بالنسبه لمباراه النهارده، الهلال فرقه كبيره، الهلال قدم مباراه مع تشيلسي مباراه صعبه جدا جدا، وقدم مباراه قويه جدا جدا. انا شايف النهارده مباراه صعبه جدا، اتمنى من لعيبه النادي الاهلي النهارده، هي مباراه تكتيكيه كمان على اعلى مستوى، هيبقى فيها حذر كبير جدا من جانب الفرقتين. كله بيفكر النادي الاهلي عايز يحافظ على المركز الثالث اللي هو خده الموسم السابق، نادي الهلال عايز يحط برضو نفسه اسم في كاس العالم للانديه، ويحط اسمه كفريق يشرف الكره السعوديه. اتمنى ان شاء الله تكون مباراه جيده ونستمتع بيها ان شاء الله. كابتن احمد، يعني ماتش بالميراس يمكن شفنا اداء النادي الاهلي وموسيماني كان متحفظ في الشوط الاول بالاخص، يعني يمكن الشوط الثاني ابتدى يروح، ابتدينا نشوف شكل النادي الاهلي، ولكن الشوط الاول كان فيه تحفظ شديد جدا. النهارده ممكن موسيماني يكون بادئ بنفس الشكل، بيلعب بثلاثه في نص الملعب، حمدي فتحي والسوليه، اليو ديانج مقفل خطوطه، عامل تكتلات في نص الملعب. شايف النهارده ممكن يكون الشكل عامل ازاي؟ ممكن نشوف شكل هجومي للنادي الاهلي، ولا موسيماني هيلعب بالشكل اللي انت ممكن تعمل تكتلات وتقفل ورا وممكن تلعب على مرتد؟ ايه الانسب اللي ممكن يكون النهارده بادئ بيه النادي الاهلي؟ بص، اي مدير فني بيبقى عنده رؤيه بحاله اللعيبه البدنيه والفنيه الفتره دي، فمستر موسيماني اكيد وهو بيلعب بالميراث كان حاسس بالمجموعه اللعيبه اللي موجوده معاه، حاسس بحاله الاجهاد اذا كانت في السوليه، اذا كانت الحاله النفسيه اللي فيها محمد شريف، وبرده زعله ان هو كان في المنتخب بيشارك بفترات بسيطه جدا، مع ان محمد شريف من الهدافين الدوري الممتاز ومن اللعيبه الجيده جدا. اي مدير فني بيحس بالحاله الفنيه والبدنيه والنفسيه للعيبه اللعيبه بتاعته، فاكيد هو لعب بالميراس بالشكل ده عشان الان فريق بالميراس اسم كبير، فرقه بتلعب كره سريعه، مهاريا عاليين جدا. لكن حاله النادي الاهلي يومها ما كانتش زي حاله النادي الاهلي في مباراه اللي هي بنحس بيها النادي الاهلي، يعني وانت بتتفرج عليه مطمن. يعني اتمنى ان شاء الله تكون الحاله دي تنتهي، ومباراه الهلال النهارده يبقى لينا شكل تاني. اكيد المباراه يبقى فيها حذر، النادي الاهلي هيلعب فعلا زي ما انت حضرتك قلت ثلاث ديفندرات، اذا كان ديانج والسولية وحمدي فتحي، مع العلم ممكن حمدي فتحي يشتغل في 3-4-3 مساك، يعني ممكن تلاقي المساكين حمدي فتحي وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، ويدي حريه لمحمد هاني ويدي حريه لمعلول، وارد جدا افكار كثيره لمستر موسيماني، ودي الطريقه المحببه ليه، الطريقه المحببه ليه بيلعب، بيحب تلعب 3-4-3. لكن احنا النهارده ممكن ما نلاقيش قفشه، غيابه بالانذارين. قفشه برده من اللعيبه المميزه جدا في اداء النادي الاهلي، بيعرف يغير من طريقه لعب النادي الاهلي، كوره بتبقى من رجل لرجل، بيوصل، بيعرف يوصل المهاجمين، اذا كان طاهر محمد طاهر، اذا كان حسين الشحات، اذا كان محمد شريف. اتمنى ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يقدم مباراه جيده ونحافظ على المركز الثالث اللي احنا فزنا بيه السنه اللي فاتت ان شاء الله. طيب، يعني لو هنتكلم على بعض اللاعبين بالاسم لو حضرتك تذكرهم، بالنسبه لك البطوله دي كانت نقطه فارقه لانه اصبح الاعتماد كان بشكل كبير بسبب الاصابات والغيابات مع المنتخب على عناصر مش بتشارك بشكل اساسي مع النادي الاهلي على مدار اكتر من بطوله، سواء في الدوري او حتى كمان في افريقيا، فتقييم حضرتك للعيبه اللي ظهرت، وكمان بعض الكلام على المستوى بتاع واحد من نجوم النادي الاهلي حسين الشحات، راي حضرتك برضو في الاداء اللي هو بيقدمه مع النادي الاهلي في هذه البطوله؟ والله قبل البطوله جمال حسين الشحات كان حسين الشحات بدا يظهر بصوره مميزه جدا. حسين الشحات لعيب جيد جدا، وجوده مهم جدا في هجوم النادي الاهلي، بيعرف ينقل لعيبه النادي الاهلي من نص الملعب للهجوم، بيعرف يوصل للنادي، بيعرف يجيب اهداف، بيعرف يعمل اسيست للاعيبه المهاجمين. البطولة دي رجعت لنا مثلا محمد هاني بعد إصابة أكرم توفيق، محمد هاني من اللعيبة الجيدة جدا برضو، من اللعيبة تكتيكيا لعيبة عالية قوي، أتمنى له التوفيق إن هو يقدر يحافظ على نفسه الفترة الجاية، لأن محمد هاني مجرد وجوده ممكن نحتاجه في مباراة السنغال، لأن مركز الباك يمين دلوقتي بقى عندنا مشكلة في غياب أكرم توفيق للمنتخب المصري. مستر موسيماني في بداية أول مباراة كان عنده مشاكل كبيره جدا في غياب لعيبه المنتخب، واصابه اللعيبه برده كتيره كانت معاه. اتمنى النهارده، يعني النهارده اتمنى يعني وجود احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه جدا في النادي الاهلي، احمد عبد القادر من اللعيبه اللي انا شايفها طريقه لعبه مش موجوده كتير جدا في 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 مش في النادي الاهلي بس، في مصر.
حتى كنت بتكلم قريب على صفحتي في السوشيال ميديا في فيسبوك بقول اتمنى ان احمد عبد القادر يبقى ليه دور في مباراه السنغال، لان احمد عبد القادر من اللعيبه اللي اداؤه في لعيبه المنتخب كله ما عندناش اللعيب اللي بالشكل ده. صح. اتمنى يبقى ليه دور اولا في النادي الاهلي الفتره الجايه وبالذات مباراه النهارده، وبعد كده ان شاء الله اتمنى اشوفه في المنتخب الفتره الجايه. مستر موسيماني بيجي يدخل لعيب في وسط فرقه النادي الاهلي بيبقى بيدخل شويه يعني، حتى لو ناشئ حتى لو لعيب بديل، لان هو خلاص يعني حفظ اللعيبه الشكل اللي هو بيلعب بيه، طريقه 3 4 3 اللي بيحب يلعب بيها دي هو خلاص عارف الطريقه وعارف الناس اللي بتادي الطريقه دي. فاللعيب اللي بيقدر يخش في وسط تيم النادي الاهلي او يفضل اساسي في النادي الاهلي بياخد وقت شويه عقبال ما يندمج مع الطريقه. فاتمنى له التوفيق ان شاء الله، واتمنى لاحمد عبد القادر ان شاء الله النهارده لو يكون ليه وجود في المباراه يقدم مباراه كويسه باذن الله. طب كابتن احمد، يعني بتتكلم عن احمد عبد القادر، ويعني انا مع حضرتك جدا في وجهه النظر اللي بتقول نفسنا نشوف عبد القادر في منتخب مصر في ماتشين السنغال، ان نوعيه احمد عبد القادر مش موجوده في منتخب مصر. النهارده ثلاثي هجوم النادي الاهلي، احمد عبد القادر يكون على حساب مين، طاهر ولا على حساب حسين الشحات من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري طاهر محمد طاهر بيبقى بديل يبقى احسن، يعني لما بينزل طاهر محمد طاهر بيعرف يشتغل كبديل وبيعرف يغير من اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني. احمد عبد القادر برده حتى لو ما لعبش بدايه المباراه لما بينزل برده بيبقى ليه شكل بيعرف يغير من اداء النادي الاهلي، بس اتمنى ان احمد عبد القادر يبقى ليه وقت طويل شويه، يعني لما يلعب 90 دقيقه غير ما يلعب مثلا 45 دقيقه او بيلعب 30 دقيقه. من وجهه نظري ان احمد عبد القادر فعلا من اللعيبه الجيده جدا، وحسين الشحات مع محمد شريف هيبقى شكل الهجوم للنادي الاهلي قوي جدا باذن الله. مفاتيح اللعب اللي ممكن يكون محتاجها النادي الاهلي علشان يكون بيوقف خطوره الهلال السعودي، واللي احنا شفنا ازاي ممكن يكون هو فريق خطير امام تشيلسي، وطبعا بالاداء المميز ونسبه التهديف العاليه كمان اللي تابعناها في مباراته الاولى امام فريق الجزيره. والله النهارده في فكر موسيماني ان يلعب ثلاث ديفندرات دي حاجه مهمه جدا، لازم يعمل زحمه في نص الملعب، اذا كانت السوليه اذا كان ديانج اذا كان حمدي فتحي. الاستخلاص مهم جدا في نص الملعب قبل ما الكره توصل التلت الهجوم للنادي او التلت الدفاع للنادي الاهلي. مهم جدا دور النص الملعب مع دور حسين الشحات او احمد عبد القادر او طاهر محمد طاهر في الجناب ان هم يقفلوا مع الباكين، اذا كان علي معلول او اذا كان محمد هاني، لازم يكون في ربط بين الخطوط محمد هاني وحسين الشحات ومعلول، واذا كان طاهر محمد طاهر او احمد عبد القادر، لازم الجزء الجناب لازم يشتغلوا مع بعض، لازم يعرفوا يدافعوا مع بعض كويس جدا مع نص الملعب اذا كان السوليه وديانج وحمدي فتحي. لازم المساحات بين اللعيبه تبقى قريبه جدا، لازم ما تخليش المساحات واسعه عشان الاختراقات. اتمنى التوفيق لخط الظهر النهارده محمد امينة، اول مباراه ليه برده بتبقى في خضه، في اول مره بيلعب بتيشيرت النادي الاهلي، دي حاجه كبيره جدا. لعب بتيشيرت المنتخب بس النادي الاهلي اللي هو اتربى فيه اتربى فيه من صغره، ان يقول اول مباراه ليه، وبعد ما الاقاويل كلها بتقول محمد امينة من احسن المدافعين في البطوله دي، كل الحاجات دي بتخليه شايل على كتفه حمل كبير جدا ان هو يظهر بصوره جيده جدا. اتمنى التعامل النفسي بالنسبه لمستر موسيماني مع عبد المنعم وكابتن سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان والجهاز الفني كله يهدي الامور بالنسبه لعبد المنعم. محمد عبد المنعم اصلا هو كشخصيه وشخصيته هادي جدا وعنده ثقه في نفسه. مهم جدا اللعيبه برده الكبار اللي بتلعب جنبه، اذا كان ياسر اذا كان علي من حارس المرمى من ورا يكلمه كتير ان هو يديله الثقه اول باول. اتمنى ان شاء الله التوفيق ليه النهارده بالمباراه والتوفيق لعيبه النادي الاهلي كلها ان شاء الله. اكيد كلنا بنتمنى التوفيق يا كابتن. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا في صباح اون تايم. بنشكرك كابتن احمد، واحد من نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن احمد عبد الفتاح، كان منورنا واكيد رؤيه فنيه عن مباراه النهارده للنادي الاهلي امام الهلال السعودي، اللي نتمنى اكيد فيها كل توفيق مرهان لان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله النادي الاهلي يكون قادر على حسم الميداليه البرونزيه في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. وخلونا نستكمل اخبارنا برضو مع النادي الاهلي، وعقد الجهاز الفني للاهلي جلسه خاصه مع حسين الشحات جناح الفريق الاحمر من اجل تحفيزه ورفع الضغوط على اللاعب بعد تراجع مستواه في الفتره الاخيره، واللي هو ممكن البعض شايف انه مش بيقدم المستويات المنتظره من خلال المشاركه مع فريق الاهلي في بطوله كاس العالم للأندية.
الاتحاديه، وكان في توقعات ممكن تكون اعلى بعض الشيء من قبل الجهاز الفني في تالق اللاعب في مونديال الانديه، ولكن النسخه اللي فاتت ممكن كمان كانت افضل بالنسبه لحسين الشحات، وده ما كانش هو الحال، ولكن بيتبقى مباراه اكيد لكل اللاعبين لسه فرصه واحقيه ان هم يثبتوا نفسهم ويكونوا سبب في حصد الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه ان شاء الله. يعني كمان واحد من نجوم النادي الاهلي واللي لسه كنا بنتكلم عليه مع كابتن احمد هو احمد عبد القادر، واحد من اللعيبه المميزين جدا، ومن ساعه ما رجع مره ثانيه للنادي الاهلي وكنت بتمنى ان انا اشوفه بشكل اساسي دايما موجود وبيشارك مع النادي الاهلي، لان انا عارف ومقدر امكانيات احمد عبد القادر وقد ايه هيكون مفيد للنادي الاهلي ولمنتخب مصر في حين ان هو يكون بيشارك بشكل اساسي او بشكل دائم ومستمر مع النادي الاهلي. لعيب بيمتلك مميزات كتيره جدا، فاتمنى ان احنا نبتدي نشوفه بشكل اساسي. اكد الجهاز الفني للنادي الاهلي جاهزيه احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي للمشاركه ان شاء الله اليوم في مباراه الهلال السعودي باذن الله، واللي بنتمنى له اكيد فيها كل التوفيق ان شاء الله، واحد من نجوم النادي الاهلي ونتمنى نشوفه باذن الله في منتخب مصر في الماتشين اللي جايين. بعيدا عن كاس العالم للانديه، واكيد طبعا في اكتر من بطوله بيكون بيستعد النادي الاهلي للمشاركه فيها، على مستوى دوري ابطال افريقيا انهى مسؤوله النادي الاهلي خلال الايام اللي فاتت ترتيبات رحله السودان لمواجهه الهلال في بطوله دوري الابطال لخوض هذه المباراه المهمه المقرر ليها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا اللي طبعا النادي الاهلي بيحمل لقبه وبالتالي موجود في كاس العالم للانديه. بيتابع مسؤوله الاهلي كذلك موقف الجمهور من حضور هذه المباراة بعدما طلب الهلال حضور الجماهير في الماتش ده، ماتش مرتقب أكيد هيكون بيقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بعد ما تم استكمال كمان المتطلبات الأمنية اللي حددتها لجنة التراخيص بالكاف واستكمال تركيب معايير الأضواء الكاشفة لإقامة المباريات في المساء. يعني بنتكلم من عودة من كأس العالم للأندية علشان يكون في أكيد مباراة مهمة ومرتقبة بالنسبة لنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي في مشواره في دوري الأبطال، أكيد يعني بنتكلم عن الكبار الأهلي والزمالك متواجدين في هذه البطولة، بإذن الله يكون اللقب مصري ونكون بنحافظ عليه بأكبر قدر ممكن في نسخ متتالية إن احنا نكون بنملك درع دوري أبطال أفريقيا ان شاء الله باذن الله. بدايه مشوار تكون بدايه خير لنادي الزمالك امام بترو اتلتيكو وباذن الله كمان للنادي الاهلي في نفس المجموعه. خليني اقول لكم برضو عن نتائج المجموعه. فريق سان داونز فوز كبير على الهلال السوداني بنتيجه 1-0 مساء امس، وده ضمن الجوله الاولى، وحصد سان داونز اول 3 نقاط في المجموعه عشان يكون بيحتل المركز الاول، ولكن فشل الهلال السوداني في حصد اي نقطه من مباراته الاولى. تاجلت كمان مباراه النادي الاهلي والمريخ السوداني ضمن الجوله الاولى لنفس المجموعه، وده طبعا بسبب ارتباط النادي الاهلي بالمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه اللي موجوده، والنهارده باذن الله هيكون بيشارك فيها مباراه على البرونزيه اللي بنتمنى فيها اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي. خلصنا كاس عالم الانديه، عندك مشوار جديد وبدايه مشوار مختلفه في دوري ابطال افريقيا، بنتمنى كل التوفيق للانديه المصريه باذن الله في كل البطولات اللي بيشاركوا فيها. خلونا برضو نروح لتفاصيل خاصه على سبيل الاعاره، وطبعا احداث كثيره جدا بتكون بتحصل بالرغم ان لسه كمان الميركاتو القادم بعيد شويه، ولكن حسم الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكره بالنادي الاهلي مستقبل لويس ميكيسوني لاعب الفريق. وفقا لمصدر في الاهلي فان بيتسو موسيماني استقر على رحيل لويس ميكيسوني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، وأضاف المصدر مسؤولو الأهلي بيستعدوا لتسويق اللاعب خلال الفترة اللي جاية حتى يكون هناك إمكانية للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر في نهاية الموسم. وظهر ميكيسوني بمستوى غير مقنع منذ انضمامه للنادي الأهلي رغم حصوله على العديد من الفرص تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. يعني صفقة ميكيسوني كان من المعروف طبعا عنها إن هي برؤية فنية من قبل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وواضح جدا أنه لسه ما جابش المردود بتاع الصفقة اللي كان متطلب منه على المستوى الفني، فبالتالي المصادر بتقول أنه ممكن يكون في الميركاتو القادم خارج قائمة النادي الأهلي ويتم استغلال مكان خاص بلاعب محترف بلاعب تاني هيكون بيجي في ميركاتو الصيف.
لسه بدري ولكن الوقت بيعدي، وطبعا لجنة التخطيط لازم تكون بتبص على كل الخطوات الخاصة بأي صفقات من بدري. طبعا اكيد مكسوني يمكن من اللعيبة اللي ما ظهرتش او ما قدمش يعني اوراق اعتماده مع جمهور النادي الاهلي، يمكن خد اكتر من فرصة زي ما انت كنت بتقول يا مريان، وموسيماني اداله فرص كتير جدا ولكن ما ظهرش بالشكل المناسب اللي ليه باسم النادي الاهلي. التسويق بيكون صعب قوي، اللاعب ما بيشاركش بعد شوية طبعا، يعني هيبقى في مجهود كبير ان انت تكون بتسوق بتطلع لاعب وهو مش بيشارك او مش بيأدي باحسن مستوى. يعني نتمنى ان انت دايما لما يكون عندك لعيب مش بيقدم الشكل اللي انت مستنيه منه او المردود بتاعه مش هو ده اللي انت مستنيه منه بحجم النادي الاهلي، فاعتقد ان التسويق ليه مهم جدا ان انت تكون بتخرجه عشان تستفيد بالمكان اللي ممكن يكون حاجزه داخل النادي الاهلي. مشاهدينا نطلع على فاصل، لسه مكملين بعد الفاصل، تكرموا دائما بالبقاء معنا. العناصر طبعا اللي بتكون مؤثره جدا في متابعتنا للقاءات دلوقتي هو عنصر الجمهور. خلونا نبدا جولتنا الاخباريه واخبار متعلقه بكاس العالم للانديه، وطبعا قررت اللجنه المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه بالامارات ان هي تكون بتفتح باب حجز التذاكر لماتش الاهلي والهلال السعودي علشان يكون في استخدام للساعه الكامله لمدرجات استاد ال نهيان اللي هيكون بيستضيف المباراه ان شاء الله النهارده. وكمان قررت اللجنه المنظمه للبطوله استخدام الساعه الكامله لمدرجات الاستاد بدلا من نسبة 30% المستخدمة في الماتشات اللي فاتت، وعلى جماهير الأهلي الرغبة في حضور المباراة ان هي تكون بتؤازر كمان فريقها سرعة الحجز عبر موقع البطولة. اكيد احنا بنتكلم دلوقتي كل التذاكر هتكون نفذت بالفعل، وبالتالي هيكون اللي هيقدر يحضر هيكون معاه التيكت ان شاء الله النهاردة. المباراة تكون مهمة ويكون كل جماهير النادي الأهلي متواجدين في المدرجات علشان يكونوا بيأذروا الفريق، وشفنا ازاي عامل الجمهور بيكون فارق بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر ومع نادي الزمالك ومع أي فريق. كون الجمهور يكون موجود ده بيكون من العوامل المساعدة والأساسية أن أنت تشوف الفريق بتاعك بيقاتل طول الوقت. طبعا زي ما انت قلت يا مريان اكيد الجمهور ليه دور كبير جدا. خلينا طيب نطير سريعا لابو ظبي ونعرف ايه الاخبار، الجمهور ممكن يكون بيتوافد امتى، الدنيا هناك عامله ازاي، نطمن على بعثه النادي الاهلي من زميلنا المتالق دائما ابراهيم عمر اللي هينقل لنا كل الاحداث وكل التفاصيل. يا هيما صباح الفل عليك. يا يحيى صباح الفل عليك، يا يحيى صباح الفل عليك، يا مرهان صباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان من داخل مقر اقامه النادي الاهلي، واخر اخبار والكواليس قبل المباراه الهامه جدا على برونزيه كاس العالم للانديه امام الهلال السعودي. يمكن فرقه النادي الاهلي النهارده قاموا يا يحيى، اقول لكم بس البرنامج الاول بعد كده هنروح لكل الموضوعات اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها. في البدايه فريق النادي الاهلي النهارده يمكن استيقظوا بدري، صحيوا بدري النهارده، صحيوا على حوالي الساعه 9 الصبح، الفطار النهارده كان الساعه 10 بسبب ان المباراه هتكون الساعه 5 بتوقيت ابو ظبي 3 بتوقيت مصر، ففي نظام غذائي خاص النهارده للاعيبه النادي الاهلي. يمكن وانا بكلمكم دلوقتي كمان نص ساعه كمان ساعه الا ربع هيكون معاد الغداء وحاجات محدده وحاجات خفيفه جدا للاعيبه النادي الاهلي قبل المباراه. بيرسي تاو اتعمل له مسحه النهارده، بيرسي تاو بيتعمل له مسحه كل يوم يا يحيى لان هو ما خدش التطعيم، فما خدش التطعيم ده بيعمل مسحه كل يوم، والمسحه بتاعت النهارده اللي هي قبل السفر والعوده او العوده للقاهره غدا باذن الله. يمكن هيكون في محاضره للموسيماني النهارده قبل الذهاب لملعب المباراه. عاده النادي الاهلي يعني بيكون هناك في ملعب المباراه قبل بدايه المباراه بحوالي ساعتين، المباراه الساعه 5 هنتحرك من هنا الساعه 2:30، المسافه ما بين الاوتيل والملعب استاد ال نهيان اللي تقام عليه المباراه حوالي 30 او 35 دقيقه، فالنادي الاهلي هيتحرك بمده كافيه عشان يعني عامل الوقت يكون في صالحه لما يوصل لملعب المباراه. يمكن المباراه النهارده اللي هيفوز فيها مش هيستلم الميداليات في ملعب المباراه، هيروح لاستاد محمد بن زايد بعد انتهاء اللقاء ويستلم مع الفريق الفائز سواء كان تشيلسي او بالميراس، يعني هيكون اصحاب الميداليات الذهب والفضه والبرونز هيستلموا الجوائز والميداليات في استاد محمد بن زايد، مش هيكون في ملعب المباراه. والنهارده المراسم اتغيرت لظروف البطوله ونظام جديد بتقوم عليه البطوله هذا العام. يمكن مرهان كانت بتتكلم على نقطه الجمهور، يمكن الجمهور كل مباريات البطوله اللي فاتت كان الساعه كل ساعه في استاد
يعني الجمهور بيكون في 80% من الساعه الرسميه للاستاد. النهارده اتغيرت في مباراه النهائي ومباراه الثالث والرابع الاهلي والهلال السعودي. يمكن بعد مباراه الاهلي وبالميراس نزل 5000 تذكره، وبعد ما تحدد ان الهلال السعودي هيلاعب النادي الاهلي نزلت باقي التذاكر للجمهورين، وباقي الساعه اللي هي ال 20% الاخيره دي نزلت امبارح واتحجزت بالكامل. يمكن هنشوف النهارده بالطبع جمهور النادي الاهلي وجمهور الهلال السعودي اللي كان متواجد بكثره في مباراه تشيلسي الانجليزي. يعني النسبه النهارده في الملعب ممكن تحسبوها كده لو ما كانتش متساويه، وفي جمهور هيكون زايد عن جمهور نقول 60-40 45-55، يعني النسب المفروض مش هتكون متفاوته جدا، خصوصا النهارده كمان ويك اند. النهارده كله يعني اغلب الناس اللي موجوده هنا في دوله الامارات كلهم اجازه، وكل المصريين الموجودين هنا عندك 1.5 مليون مصري يا مرهان هنا في دوله الامارات، فبالتاكيد عدد كبير جدا منهم بيكون عنده الرغبه ان هو يجي ويحضر مباريات النادي الاهلي. بيجوا من عجمان وبيجوا من الشرقه وبيجوا من دبي وبيجوا من العين ومن راس الخيمه، بيجوا من كل حته في دوله الامارات. يمكن في المباراه الاولى انا قابلت ناس كانوا جايين من امريكا ومن كندا، يعني كل بيجوا من كل حته عشان يقفوا ورا النادي الاهلي ويأزروا النادي الاهلي ويشجعوه. يمكن لو هكلمكم عن التشكيل، تشكيل مباراه اليوم ان شاء الله يعني بنسبه، يعني انا بحب اقول حاجه بحب اقولها وانا متاكد، فهنقولها كده بنسبه 90-95% تشكيله مباراه اليوم ان شاء الله النهارده. النادي الاهلي علي لطفي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم اللي بيشارك لاول مره، وعلي معلول، وقدامهم حمدي فتحي، قدامهم ديانج والسوليه في نص الملعب، قدام حسين الشحات واحمد عبد القادر ومحمد شريف كراس حربه للنادي الاهلي النهارده. ويمكن ممكن موسيماني يفكر ان هو يخلي احمد عبد القادر كورقه معاه على الدكه ويبدا بطاهر محمد طاهر، لكن التفكير يعني الاتجاه الاقرب والاتجاه اللي رايح عليه موسيماني اللي هو يبدا باحمد عبد القادر اللي هو يبدا تحت الفيرود مع حسين الشحات ومحمد شريف اللي يكون هو الثالث بتاعهم للتالق، طبعا للتالقوا في المباريات اللي فاتت. يمكن فكر شويه في حته ان طاهر هو اللي يبدا، لان عبد القادر كان خد كدمه في كتفه في مباراه بالميرس، لكن مش منعاه خالص عن التدريب امبارح، كان موجود في التدريب وشارك بقوه في التدريب امبارح واول امبارح كنا موجودين في التدريب، مفيش اي حاجه تمنع احمد عبد القادر خالص ان هو يشارك في مباراه اليوم. لو عندكم اي سؤال انا معاكم مجهز. طبعا ابراهيم يعني ده التشكيل ده بنسبه 99 مش 95، انا هزود 4 من عندي. كريم قوي عندنا يعني. طيب احنا ممكن لا هو يحيى بص هو الظروف طبعا انت ظروف يا مرهان اللي حصل في المباراه اللي فاتت طبعا طرد ايمن اشرف وايقاف افشه، فانت صح. هي دي الحلول وهي دي اللعيبه اللي موجوده اللي تلعب، وكمان الغيابات الاصابات اللي موجوده في فريق النادي الاهلي، هو ده التشكيل اللي هيتحط، مش هيخرج عن الكلام ده خالص. دي نقطه. النقطه الثانيه انا قلت لك انا ما بحب اطلع اقول تشكيل واحب اقول حاجه بكون متاكد فيه 100%، يعني ما بحبش اسيب حاجه غلط، انا نجم ابراهيم انا ما اقدرش اتكلم، فقلت لك بنسبه 90-95 عشان لو حصلت حاجة لا يا ربنا لا في المتربصين كتير ربنا يخليك عشان المشاهد برضو يعني انت بتكلم المشاهد. طب بقول لك ايه، خلينا برضو قبل ما نختم، وكنا في بداية الكلام النهاردة في حلقتنا بنتكلم على البيان اللي صدر من الوفد الخاص بالنادي الأهلي بقيادة عضو مجلس إدارته خالد مرتجي فيما يتعلق بعدم التكافؤ في الفرص، حابة أعرف أصداء ده على مستوى البطولة الناس بصلوا إزاي، منتظرين منه إيه، اللجنة مثلا المشرفة على كاس العالم للأندية هتبدأ إمتى تاخد إجراءات متعلقة بإرساله إلى الاتحاد الدولي، يعني قربنا أكتر من النقطة دي، لأنهم بصراحة يعني ذكروا 4 نقاط بشكل في إيجاز كبير جدا وتو ذا بوينت، وهم كلهم بطريقة منطقية كمان. بالظبط يا مرهاني، يعني البيان كان واضح وصريح جدا. عايز اقول لك على حاجه ممكن يكون متاخر شويه، انت بتتكلمي دلوقتي النادي الاهلي اكبر نادي ليه اكبر عدد مشاركات في هذه البطوله، بطوله كاس العالم للانديه. يمكن موسيماني امبارح حتى هو بيتكلم امبارح في المؤتمر الصحفي قال باريس سان جيرمان شارك كم مره، السيتي شارك كم مره، برشلونه شارك كم مره، النادي الاهلي هو ده 7 مره يكون موجود في هذه البطوله. يمكن المشكله كلها
في الأولوية لفرق أفريقيا. انت كل النقاط اللي اتكلم عليها بيان النادي الأهلي والبيان اللي صدر امبارح من جانب النادي الأهلي ورئيس البعثة هنا المهندس خالد مرتجي صح في كل حاجة. ممكن يكون متأخر، انت بقالك 17 سنة بتلعبي في هذه البطولة، يمكن البيان بقى ده يروح يحرك الاتحاد الأفريقي. يعني انت دلوقتي ما بتتكلمي، بتيجي تتكلمي لجهة هي اللي تخاطب الفيفا، يبقى الكاف هو اللي يتكلم هو اللي يضغط، ومش الأهلي اللي يتكلم لوحده. كل الاتحادات اتحادات الدول الأفريقية كلها لازم كلها تجتمع وتتكلم، لان لما يجي يتكلم الكاف، لما تكوني تروحي الكونجرس بتاع الفيفا تتكلمي بقوه وبتتكلمي زي ما بنقول كده بقلب، لان انت بتتكلمي دلوقتي انا ليه دلوقتي اما اجي العب اول ماتش وفريق امريكا الجنوبيه وفريق اوروبا بيجي يلعب على قبل النهائي بس. طيب لو عايز تعمل الكلام ده من حته تسويق ومن حته يعني اقولها لك ايه، القيمه التسويقيه للفرق دي واللعيبه اللي هي النجوم في الفرق دي، طب ما تعمل البطوله من 8 فرق واعمل مجموعتين وشوف هتعملها امتى بتوقيت في السنه عشان الفرص كلها تكون متكافئه او متساويه. يمكن الاهلي النهارده بيلعب النهارده، قفشه بيغيب للانذار الثاني، اهم لعيب في فريق النادي الاهلي وهو رمانه الميزان في النادي الاهلي محمد مجدي قفشه بيغيب عشان خد انذار ثاني. طب ما انت كده نفترض لو الاهلي النهارده بيلاعب تشيلسي في الفاينل، طيب مين واخد انذار في تشيلسي او بيلعب بالميراس في الفاينل، فين تكافؤ الفرص هنا؟ هتيجي تلغي الانذار بتاع قفشه اللي هو في اول ماتش؟ لا، الحاجات كتير جدا جدا جدا. كمان حصلت مشكله في موضوع الجمهور، وموضوع الجمهور اللي خلى جماهير النادي جماهير الاهلي تهاجم الاداره بشكل كبير جدا. صح. والاداره ما كانش ليها اي علاقه بصراحه، انا بقول كلمه حق والله وانا موجود هنا، الناس ما كانش ليها اي علاقه، الناس وكمان الموضوع قدام الناس، الموضوع قدام الناس. انت دلوقتي بتطرحي التذاكر، بتنزلي الفريق بالميراس 50% من التذاكر، وبعد كده انت لسه ما حددتيش ماتش الاهلي، ولسه الاهلي ما يعرفش اذا كان هيلعب قبل النهايه ولا لا. صح. فالجمهور البرازيلي خد 50% كده، خد نص الاستاد. نيجي بعديها النقطه اللي بعديها، لما جيت نزلت كمان للجماهير باقي التذاكر، ما انت مش هتخش مش هتعمل بلوك للبرازيليين طبعا وتقول لهم ما تشتروش تذاكر، بتاكيد الناس دخلوا اشتروا تذاكر. فعشان كده شفنا المنظر بتاع الاستاد اللي هو كان حوالي 75 او 80% جمهور البرازيل و20% جمهور الاهلي. ده عدل؟ اكيد ده مش عدل. اللي حصل السنه دي كمان ما بين الخلاف ما بين كاف وما بين الفيفا في اقامه البطوله والميعاد بتاعها. النادي الاهلي بيلعب في افريقيا، مش موضوع النادي الاهلي بس على فكره، اي فريق في اي دوله افريقيا لو بيلعب البطوله دي كان هيتاثر بسبب اللعيبه اللي عنده. لو منتخب البلد دي وصل لقبل النهائي او وصل للنهائي او عنده لعيبه محترفين في الدول الافريقيه، المشكله كبيره جدا، ولازم اللي يتحرك فيها اتحادات الدول الافريقيه والكاف، لازم يزقوا الكاف يكون في وقفه جامده عشان الوضع ده يتغير. والحل الامثل ليها من وجهه نظري اللي هي تتعمل مجموعتين. الله اعلم بقى تتعمل ازاي، هيظبطوا الدنيا بتاعتها ازاي، هتجيب الفرق التوقيتات بتاعتها امتى، اظبط التوقيت بتاع الفرق، شوف الفرق المشاركه في البطوله دي، زود عليهم فريق، اعملها مجموعتين وتنهي كل الاصلاح النقطه دي، وان هو يكون بيخلي كل الاطراف مستريحه. ما اعتقدش ان هي حاجه تغلب، يعني دي هتبقى شغلته، هيبقى هو عنده الامكانيات وتوفير بقى في جدول المسابقات معاد يكون بيناسب الكل، فبالتالي اللي بنعمله طول مليون الوقت مليون المية هي الموضوع ده. بس ان انت تكون باصص على كل الاتحادات الخاصة بكل قرارات بشكل فيه توازن وعدل، وكل حاجة هتكون بتمشي بشكل فيه انسيابية بعد كده. احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا ابراهيم، دايما بتنورنا، وان شاء الله على مدار اليوم اكيد هيكون في عودة اليك على مدار بقى برامجنا على قناة اون تايم سبورتس. زميلنا العزيز ابراهيم عمر من ابو ظبي ومتابعتنا طبعا لبعثة النادي الاهلي المتواجدة دلوقتي في الامارات للمشاركة في كاس العالم للاندية. ان شاء الله يكون النهاردة مع ختام المباراة يكون في ميدالية برونزية جديدة بيمتلكها النادي الاهلي في خزينته ضمن منافسات ومشاركاته في كاس العالم للانديه. ان شاء الله باذن الله يا مرهان نكون بكره بنحتفل ببرونزيه النادي الاهلي امام الهلال السعودي. طيب عايزين نتكلم عن نقاط قوه وضعف الهلال السعودي، ونتكلم كمان عن النهائي اكيد تشيلسي وبالميراس مع واحد من نجوم تحليل اون تايم سبورتس الحقيقه دكتور محمد جمال اللي دايما بيكون منورنا في صباح اون تايم. يا دكتور محمد صباح الفل عليك. صباحك فل يحيى، صباح الفل اميره، صباح الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس. صباح الفل عليك يا دكتور محمد، وعلنا لك بقى ليفل الاسئله، دخلنا على انديه عربيه وجبنا لك حته برده برازيلي، شوف بقى يعني بنصعب كل شويه الامور، بس ان شاء الله النهارده تكون مباريات كبيره وممتعه. وخليني كده ابدا معاك مع نادي الهلال السعودي صاحب الامكانيات الكبيره، اداء مميز، عناصر محترفه، واضح ان هي عندها امكانيات كبيره وتهديف عالي جدا في اول
المباريات 6 أهداف مقابل هدف أمام الجزيرة. بنتكلم على أداء قوي وند كبير أمام تشيلسي بطل أوروبا، فبالتالي النهاردة بنتكلم عن أرقام مميزة بيمتلكها الهلال السعودي. طيب بداية الهلال السعودي الموسم الحالي هو ليس واحدا من أفضل مواسم الهلال السعودي. بدأ الدوري السعودي بشكل فيه تراجع كبير، بيحتل المركز الرابع في الدوري السعودي، عنده مشكلة دفاعية كبيرة جدا، مستقبل 20 هدف في أول 17 مباراة في الدوري السعودي اللي خلت ترتيبه يتراجع زي ما قلنا للمركز الرابع. الهلال السعودي ليوناردو جدام المدير الفني البرتغالي لفريق الهلال بينال انتقادات كبيرة جدا في الدوري السعودي بسبب تراجع المستوى واستقباله للعديد من الأهداف، رغم أنه الهلال السعودي فريق قوي جدا هجوميا، فريق مميز على الصعيد الهجومي بداية من الخماسي اللي موجود في الجزء الأمامي سواء محمد كنو في مركز 8 أو الثلاثي اللي بيلعبوا تحت رأس الحربة موسى مراجع في الناحية اليمين وفيريرا في قلب الملعب بيلعب في مركز 10 أو بيتواجد دائما في زون 15 بعرض الملعب المنطقة اللي هي حوالين منطقة ال 18 ونجم المنتخب السعودي سالم الدوسري وفي مركز السنتر فيرويد أو المهاجم عضو الإيجالو نجم المنتخب النيجيري اللي ما كانش موجود معاهم في بطولة أفريقيا والمنتقل حديثا في انتقالات يناير من فريق الشباب السعودي، لأنه الخط الدفاعي بيعاني بشدة في خط الدفاع دي الهلال السعودي حتى في مباراة الجزيرة رغم انه تفوق على الجزيرة ب6 أهداف لهدف الا انه الحالة الدفاعية كان واضح جدا التأثر ومشاكل كتير في التمركزات وسبيسز كتير او مسافات كتير في الخط الخلفي سواء وراء الظاهرين الاثنين فول باكس اللي موجودين سواء محمد البريك على الناحية اليمين او ياسر الشهراني على الناحية الشمال، السنتر باكس كمان علي البليم جانسو كان عندهم مشاكل كتير في التمركزات في مباراة الجزيرة. المشاكل دي قلت رغم قوة المنافس لانه غير التكتيك بتاع ليوناردو جاردين، نزل لعب كومباكت وقفل المساحات نوعا ما، ومع ذلك كان عنده برضه نفس المشاكل سواء في الخروج بالكورة من علي البلي او السبيس زي ما شرحناه ما بين الاثنين سنتر باكس اليمين والشمال او في دار الاثنين فول باكس الظاهرين اليمين والشمال او المسافة حتى ما بين الرايت سنتر باك والرايت باك والليفت سنتر باك والليفت باك، فده مأثر عليهم بشكل كبير. بيحاول ان هو دايما يثبت جوستافو كويلار اللاعب الكولومبي كلاعب مركز 6 قدام المجموعه عشان يحاول ان هو يعمل الحمايه، لكن لعيب واحد لا يكفي ان هو طول الوقت بيحاول ان محمد كنو يتواجد ويعمل الدعم في الناحيه اليمين، لعيب مميز جدا لعيب دولي في المنتخب السعودي مركز 8 قدرات بدنيه هائله 192 سم بيقدر انه ياخد معظم الايرلز او الالتحامات الهوائيه، مميز جدا كمان في التسديدات صوت تسديدتين امام تشيلسي بشكل جيد، واحده شالها كيبه واحده جت جنب العارضه. فالفريق الهلال اجمالا فريق مميز جدا على الصعيد الهجومي، لكن عنده مشاكل كتير جدا جدا على الصعيد الدفاعي خاصه زي ما شرحنا السبيسز اللي موجوده والعوده للتمركز لا زال عندهم مشاكل كتير، لكن الحذر كل الحذر من الخماسي الامامي تحديدا بقى من ماتياس بيريرا لعيب منتقل ليهم من الدوري الانجليزي واحد من اهم اللاعبين، معدل صناعه الفرص لماتياس بيريرا بيتجاوز ال 4.5 او 4.5 هجمه في كل مباراه، ده معدل عالي جدا بالنسبه لاي صانع العاب. الجوده كمان اللي موجوده في الخط الامامي زي ما قلنا سالم الدوسري وموسى مرجة، وده لما نروح لتشكيل النادي الاهلي المتوقع اقول لك موسيماني ممكن يتعامل ازاي او ازاي يقفل ملامح الخطوره اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه لفريق الهلال في الجزء الامامي. طيب يعني خليني برضو اسالك يا دكتور محمد، انت بتتكلم عن النادي الاهلي غياب قفشه النهارده، وده اعتقد يعني سبب من اسباب ممكن يكون موسيماني مغير طريقه لعبه، بتلعب النهارده بثلاثه ارتكاز حمدي فتحي السوليه وديانج بسبب غياب قفشه، ولا هو الراجل حابب ان هو يقفل قدام فريق برضو مش فريق سهل، فريق بيمتلك عناصر زي ما حضرتك كنت بتتكلم مهمه جدا، شايف الطريقه هي دي الطريقه الانسب النهارده لموسيماني؟ لا موسيماني مش هيغير الطريقه كتير، هو بيعتمد على حمدي فتحي طريقه ال 3 4 3 سويبر في بناء الهجمه بيطلع قدامه وهو اللي بيعتمد عليه في الخط الاول لبناء الهجمه او البيلد اب اللي بيشتغل عليه من الخط الخلفي بيكون حمدي فتحي هو اللي بيطلع بالكوره، فبيطلع يزيد كلاعب ثالث وسط الملعب في بناء الهجمه قبل ما في حاله الريباوند بقى وخلاص وانا راجع من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه هتلاقي دايما حمدي فتحي موجود كلاعب ثالث او سويبر
زي كده الخطه بتاعه الليبرو في الشكل القديم لل 3 5 2 بتواجد الليبرو، فالراجل بيتواجد ثالث في وسط الاثنين المدافعين السنتر باك سواء ياسر ومحمد عبد المنعم. فالدور اللي هيعمله حمدي فتحي النهارده ان هو هيطلع يعمل السبورت في الحاله الهجوميه للنادي الاهلي عشان الريباوند والكره الثانيه يطلع يقفل معاه اليو ديانج ويدي مساحه شويه لعمرو السوليه ان هو يعمل الزياده عشان يكون لعيب رابع مع الثلاثي الامامي طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر ومحمد شريف في الجزء الامامي عشان يعمل لهم السبورت ويتواجد يحاول يعمل الدور اللي كان بيعمله محمد مجدي قفشه لكن بشكل مختلف وستايل مختلف عن محمد مجدي قفشه لان قفشه الفتره الاخيره كان بيشتغل انسايد رايت انسايد ليفت من ناحيه الشمال راجل وينج بيلعب دايما جوه الملعب وبياخد الحريه فده شويه كان بيأثر على مطلوب محمد مجدي قفشه بيعمله من العمق عمرو السوليه لكن هيبقى فيه ادوار مركبه كتير مطلوبه من عمرو السوليه كمان التمركز بتاع الثلاثي الخلفي كان فيه طرحين متواجدين في دماغ موسيماني لحد تمرين امس الطرحين هما الاثنين بوزيشن اللي هيتواجد فيهم ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم خلال بطوله افريقيا وتوهجه في بطوله افريقيا اشتغل في الاثنين بوزيشن سواء في الرايت سنتر باك او في الليفت سنتر باك كان بيشتغل ليفت في وجود حجازي ولما اصيب حجازي اشتغل مع محمود حمدي الونش في الرايت ليه الطرح ده بيشغل بال موسيماني لانه عنده اثنين بروفايلات مختلفه جدا على الاجناب في فريق الهلال السعودي موسى ماريجا نجم المنتخب المالي واحد من اللعيبه القويه جدا بدنيا وعنده السرعات بيتجاوز المدافع اللي قدامه بالسرعات وبالقوه البدنيه طيب هل احط له لعيب خفيف في الحركه وعنده الفلكسبيليتي عاليه جدا زي محمد عبد المنعم وبدل لعيب بلعيب زي ما نهيت المباراه اللي فاتت ياسر ابراهيم موجود في الرايت سنتر باك حمدي فتحي في النص وكان ايمن اشرف قبل الضرب وبدل ايمن اشرف واحط مكان محمد عبد المنعم يبقى انا ما غيرتش اي حاجه في الشكل بتاع الخط الخلفي ولا ان انا احط محمد عبد المنعم على الرايت لان الناحيه الثانيه انا عندي بقى بروفايل مختلف تماما عن موسى ماريجا اللي هو سالم الدوسري واحد من اميز اللاعبين اللي موجودين في صحيح. اسيا وافضل لاعب في اسيا الموسم الماضي مميز جدا في ال1 في 1 او في الواحد على واحد لعيب مهاري جدا بيشتغل انسايد بشكل كبير فانا هل اخلي ورا محمد هاني لعيب عنده الحركيه عاليه ويقدر ان هو يكفر على محمد هاني وما يخليش سالم الدوسري يروح عليه دايما في مواقف واحد على واحد ولا احط له لعيب ستاتيك زي ياسر ابراهيم هو اللي يكون موجود ناحيه اليمين ده ما يشغل عقل موسيماني لانه رغم ان الثلاثي خلاص تم حسمه بشكل كبير ان وجود حمدي فتحي ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم في الخط الخلفي لانه مين اللي هيتواجد على الرايت ومين اللي هيتواجد على الليفت ده تبقى ليه قرار الموسيماني الاخير ما بين محمد عبد المنعم في الرايت او محمد عبد المنعم في الليفت هو ده اللي هيحدد شكل الخط الخلفي والطريقه الدفاعيه خاصه ان علي معلول مفتاح مهم جدا جدا على الصعيد الهجومي للنادي الاهلي واحد من اهم اللاعبين في النادي الاهلي واللي هيعمل له الزياده خاصه النقاط الضعف اللي اتكلمنا عليها الواضحه جدا جدا مش بس في بطوله كاس العالم للانديه لا كمان في الدوري السعودي للهلال السعودي في ظهر الاثنين فول باك سواء محمد البريك وياسر الشهراني في الليفت فمحمد البريك تحديدا عنده سبيسز كبيره لعيبه عنده قدرات دفاعيه قليله جدا فعشان استفيد من احمد عبد القادر وعلي معلول علي هيبقى طاير طول الوقت مين اللي هيكفر وراه عشان يقفل على موسى ماريجا طبعا علي هيرجع لكن بتكلم على السبيس في الحاله الهجوميه والكاونتر اللي هيعمله الهلال مين اللي هيكون موجود رايي انه يكون موجود ياسر ابراهيم مش محمد عبد المنعم لكن يبقى القرار الفني الاخير لبيتسو موسيماني اكيد ثقه كبيره جدا في كلامك يعني يا دكتور محمد انت من البدايه قلت لي منتخب الجزائر مش جاهز وقلنا مش جاهز خلاص صدقناك دلوقتي بتقول الهلال مش في افضل حالاته يبقى مش في افضل حالاته وان شاء الله النادي الاهلي يكون قادر على حصد الميداليه البرونزيه من خلاله خليني قبل برضو ما نختم معاك الساعه 6:30 المباراه النهائيه وصاحب الميداليه الذهبيه في كاس العالم للانديه هيكون بيظهر هويته بالميراس وتشيلسي تقييمك للفريقين هل هم الاحق للوصول للمباراه النهائية الشكل اللي ممكن نكون بنشوفه في هذه المباراة كمان طيب يا ميرا تشيلسي من فترة كنا تكلمنا من حوالي شهرين على انه توماس توخيل ما بيعملش روتيشنز كتير فده أثر على حالة الإجهاد اللي موجودة عند بعض اللاعبين وده أثر على النتائج رغم انه في التوقيت ده كان تشيلسي لازال متصدر قبل ما ياخد بقى الليدنج مانشستر سيتي ويبعد تماما عن تشيلسي لانه تشيلسي بدا يستفيق نوعا ما بعد ما الراجل ابتدى يعمل روتيشن نتائج تاثرت في الدوري الانجليزي وبعد ب 14 نقطه عن مانشستر سيتي وفي المركز الثالث وبعد عن المرشح بشكل كبير عن مانشستر سيتي فهو اولا عايز يحافظ على العوده اللي رجعها على الصعيد الفني رقم 2 عايز يقتنص بطوله في بدايه ال 2022 لانه هيبقى صعب جدا ان هو ينافس على الدوري الانجليزي الموسم الحالي بلس انه التشامبيونز ليج امرها في مهب الريح ما يعرفش ايه اللي ممكن يتم فيه للتشامبيونز ليج والبطوله صعبه جدا فما يقدرش يراهن على انه هيقتنصها فتوماس توخيل عايز على الاقل يكون حقق لقب ده الجزء الخاص بتشيلسي اما بالميراس
فالميراس عنده ضغط نفسي من نوع اخر. في فرق برازيليه بتنتمي لنفس المدينه سان باولو، سواء سان باولو او كورينثيانس او سان باولو وكورينثيانس، الاثنين حصدوا اللقب سواء في 2005 2000 في النسخه الاولى او في 2012. فيبقى بالميراس مع المشاركه الثانيه دي على التوالي، وهو الفريق الثاني بعد في الالفيه الحاليه اللي يقدر انه يشتغل ويكسب البطوله، بطوله الكوبا ليبرتادوريس لمده موسمين متتاليين. فالبطوله اللي فاتت لم تكن موفقه، حصل المركز الرابع بعد ما فاز عليه النادي الاهلي بثلاث ترجيح، ضغط نفسي كبير على ابل فريرا المدير الفني لبالميراس. وصل للفاينل، الضغوط قلت عليه شويه، لكن لا زالت الضغوط كبيره عليه جدا، لانه زي ما قلنا الانديه اللي بتنتمي، الانديه الكبيره اللي بتنتمي لنفس المدينه، في تنافس كبير، حتى تنافس على الصعيد الجماهيري، انه لا زال بالميراس غير قادر على حصد لقب كاس العالم للانديه. فالامور قد تكون صعبه على بالميراس. تشيلسي طبعا الاوفر حظوظا، ودايما ممثل اوروبا بيكون هو الاوفر حظوظا، لكن المباراه اعتقد ان هي 50-50 حسب الحاله اللي هيكون عليها الفريقين. عندهم اوراق مهمه جدا جدا بالميراس، دودو، رافائيل سكاربا، زي رافائيل دانيلو في وسط الملعب، وروني في الهجوم، لعيبه مهمه جدا في بالميراس، قدروا ان هم يتغلبوا على النادي الاهلي ويضربوا النادي الاهلي في كورتين او ثلاثه، قدروا يلعبوا بشكل متوازن. وخليني اقول لك انا ليه بقول كورتين او ثلاثه، لان هم ما راحوش كتير على النادي الاهلي، الكرات اللي راحوا بيها سجلوا بيها من 4 كرات سجلوا هدفين، ده بيقول لك ان هم لعبوا بشكل متوازن مع النادي الاهلي، فجايين البطوله دي بتركيز اكبر. فاكيد مع تشيلسي هيلعبوا بشكل متوازن وهيشتغلوا على الكاونترز، سواء على سكاربا في الناحيه الشمال او دودو في الناحيه اليمين، اثنين اجنحه مميزه جدا جدا، هيقدر بالميراس ان هو يشكل خطوره كبيره على تشيلسي، خاصه ان تشيلسي بيلعب 3-4-3 فلات، فده شويه بيخلي الاجنحه عندهم فيها مشكله لو الاثنين في الباكس سواء اسبليكويتا او الونسو ما رجعوش للارتداد الدفاع. بنشكرك يا دكتور محمد، ودايما بتمتعنا بارائك الفنيه الحقيقي، بنشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، وباذن الله بنتمنى كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي النهارده. أكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، وطبعا نفس التمنيات لنادي الزمالك في مواجهته أمام باترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا. متابعتنا طبعا للأحداث الرياضية الكروية كتيرة جدا في التوقيت الحالي. خلونا بعد الفاصل مشاهدين نواصل حديثنا، خليكم معنا. النهاردة أكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة لكل جماهير نادي الزمالك، ومباراة مرتقبة أمام يعني ند قوي فريق باترو أتلتيكو في منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. خلونا نقول لحضراتكم التشكيلة المتوقعة اللي هيخوض بيه باتريس كارتيرون هذا اللقاء. في حراسة المرمى محمد أبو جبل، أما عن خط الدفاع أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء وحمزة المثلوثي. خط الوسط إمام عاشور، أحمد سيد، زيزو، هيجي أمامهم أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، شيكابالا. وعن خط الهجوم ومركز 9 هيكون ويقوده سيف الدين الجزيري. طبعا ده التشكيل المتوقع لباتريس كارتيرون النهارده ان شاء الله امام باترو اتلتيكو. مباراه دايما بدايات المشوار في دوري ابطال افريقيا بتكون مهمه جدا، لازم تكون بادئ قوي. كل التوفيق اكيد لنادي الزمالك النهارده. خلينا نروح لتقرير عن مباراه اليوم، نادي الزمالك امام باترو اتلتيكو، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يستعد فريق الزمالك لخوض غمار مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2021-2022 عندما يستضيف باترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الافتتاحية باستاد القاهرة الدولي. الزمالك بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري الممتاز والذي غاب عن خزائنه لستة أعوام متتالية، يأمل في كسر صيامه الذي استمر لعشرين عاما عن التتويج بالبطولة القارية. الزمالك يسعى لانطلاقة قوية أمام الفريق الأنجولي تؤمن له الطريق نحو النجمة السادسة، على عكس الموسم الماضي عندما تعادل أمام مولودية الجزائر على أرضه، ثم التعادل أمام تونجيت السنغالي، والهزيمة أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا، قبل أن يحقق فوزين في المرحلتين الأخيرتين لم تمنع وداعه المبكر من دور المجموعات، بعدما كان وصيف النسخة قبل الماضية أمام غريمه التقليدي الأهلي في مباراة القرن الأفريقي. مهمة الزمالك تبدو سهلة لعبور دور المجموعات، خصوصا وأنه يتواجد في المجموعة الرابعة رفقة الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو وسجرادا الأنجولي، والفارس الأبيض سبق له مواجهة الفرق الأنجولية في 10 مباريات، لم يهزم سوى مباراة واحدة مقابل 4 تعادلات و5 انتصارات.
بينما جمعت المواجهة مرتين بمنافس اليوم في مجموعات الكونفدرالية 2019 تفوق في مباراة وتعادل في أخرى كانت بالقاهرة. الزمالك يأمل في انطلاقة قوية في ضربة البداية نحو النجمة السادسة أمام بيترو أتلتيكو الذي نجح في إحراج الفريق الأبيض من قبل على أرضه، فهل يكررها في مواجهة الليلة أم لأبناء ميت عقبة رأي آخر؟ مباراة أكيد كبيرة ومهمة، بنتمنى فيها كل التوفيق إن شاء الله لنادي الزمالك وتكون كده بداية خير لمشوار نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام ند اتواجه أمامه أكيد الأندية المصرية بشكل كبير على مدار مشاركات سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في الكونفدرالية. بنتكلم عن بيترو أتلتيكو، خلونا كده نستعرض معاكم بعض الأرقام الخاصة بمواجهات الفريقين على مدار تاريخهم. واجه الزمالك بيترو أتلتيكو الأنجولي في بطولات أفريقيا مرتين بس، 2019 في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية فاز الزمالك باللقب وكان بيترو أتلتيكو في طريقه. نتكلم عن تعادل الفريقين في الذهاب 1-1 وفاز الزمالك في الإياب بنتيجة 1-0. طيب بالنسبة لمواجهات الزمالك أمام فرق أنجولا بشكل عام، خلينا نستعرضها مع حضراتكم. 10 مواجهات جمعت النادي الزمالك مع أندية من أنجولا، 5 انتصارات للزمالك، هزيمة واحدة و4 تعادلات. يعني دي كانت أرقام كده وإحصائيات لنادي الزمالك قبل مواجهة بيترو أتلتيكو النهاردة إن شاء الله. أكيد بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك. وخلونا نستكمل أخبارنا، فأكد فرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن بطولة دوري أبطال أفريقيا مهمة جدا للفريق خلال الموسم الجاري في ظل خيبة الأمل اللي بيكون حاسس بيها الكل في النسخة اللي فاتت بعد الخروج من دور المجموعات. وقال كارتيرون امبارح في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك وبيترو أتلتيكو، قال هدفنا المنافسة على اللقب في النسخة الحالية وبطولة دوري أبطال أفريقيا من ضمن أهدافنا. مباراة بيترو أتلتيكو مهمة والفريق بيتطلع لتحقيق الفوز والبحث عن بداية قوية في دور المجموعات. وأضاف كارتيرون قائلا أنه منح اللعيبة الدوليين العائدين من صفوف منتخب مصر راحة 3 أيام، بيشدد على أن الجهاز الفني تعامل مع اللعيبة بشكل جيد خلال معسكر المباراة علشان يكون بيجهزهم للمشاركة. وعن غياب طارق حامد فقال كارتيرون تعويض غياب طارق حامد صعب جدا لأنه من أفضل اللاعبين اللي بيقطعوا الكرة. وأكد كارتيرون أن تقارب مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمر جيد بالنسبة للفريق ولا يمثل مشكلة، لأن في هدف للزمالك بيتطلع لتحقيقه في الفترة القصيرة اللي جاية. كمل كلامه وقال إن الزمالك لن يتأثر بمستوى الفريق في كأس الرابطة في ظل عودة اللعيبة الدولية واكتمال الصفوف قبل المباراة النهاردة، وعن ضمه للاعب الشاب ماجد هاني لقائمة مباراة بيترو أتلتيكو. فقال كارتيرون أي لاعب صعد بيأتي ليه وقت ويحصل على فرصته، وماجد سبق وأن شارك مع الزمالك في مباراتين. للاعب عندما بيصل عمره 20 عام أو 21 عام لا يكون ناشئ بعد كده، وده اللي بنشوفه في أوروبا. بالتالي يعني اللعيبة وهي عندها 21 سنة بيكونوا بالملايين وصفقاتهم كبيرة وتأثيرهم كبير، فإن شاء الله هذه الثقافة كمان تكون بتنتقل لصناعة كرة القدم المصرية إن شاء الله بإذن الله، لأن دي نقطة مهمة جدا. دايما بتلاقي هنا اللعيبة ممكن يكون عنده 23 سنة وتقول لاعب ناشئ، لا أنت بتتكلم هناك الثقافة مختلفة، أنت هناك من عنده 16-17 سنة ممكن يكون بيشارك مع الفيرست أو الفريق الأول وموجود وسعره برقم كبير جدا زي ما كانت مريهان بتقول. كمان كارتيرون اتكلم مع اللعيبة خلال الساعات اللي فاتت وأكد لهم على ضرورة تكون البداية زي ما كنت بتكلم، بدايتك في اي مشوار في بطولة مهم جدا، لازم تكون بادئ قوي، لازم تكون بادئ ليك شكل، لازم تكون بادئ عندك دوافع مختلفة وطموح للفوز بالبطولة. فاتكلم كارتيرون مع لعيبة نادي الزمالك على أهمية البداية مع بيترو أتلتيكو، إن أنت تكون بتكسب يكون حاجة بتديك دفعة، بتكون دي بتديك ثقة كمان لكل لعيبة نادي الزمالك. بنتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق النهاردة أمام الفريق الأنجولي بيترو أتلتيكو. نستكمل أخبارنا من داخل نادي الزمالك، ولسه كان في حديث عن واحد من نجوم الفريق اللي بيمتلكه
رصيد كبير جدا عند كل جماهير كرة القدم الزملكاوية. مصدر داخل نادي الزمالك بيتحدث عن طارق حامد وهل في أي أسباب يعني التجديد متعلقة بحصوله على مستحقاته المتأخرة. بعض المصادر بتقول أن اللاعب حابب يكون بيحصل على المستحقات اللي ممكن يكون بيوصل قدرها ل 9 مليون جنيه قبل ما يكون بيجدد مرة تانية للفريق. ولكن طبعا انتماء طارق حامد لنادي الزمالك لا غبار عليه، وهنشوف طبعا دي ضمن المسؤوليات الكبيرة اللي على عاتق المجلس الجديد، هو حل أزمة ملفات التجديد والمستحقات المالية اللي عند لعيبة كتير. وإحنا بنبقى مركزين في الكلام على ما يتعلق بكرة القدم والفريق الأول، ولكن الأزمة دي موجودة أكيد في السلة، في الطايرة، في الهاندبول، في رياضات كتيرة تانية. فبالتالي يعني كان الله في العون، وإن شاء الله يكون المجلس قادر على حل هذه الأزمات المتعلقة بالمادة اللي ممكن تكون من أصعب الحاجات في التوقيت الحالي اللي بيمر بيها نادي الزمالك. طبعا بنتمنى باذن الله التوفيق لنادي الزمالك. ونقطه مهمه جدا، نقطه كان مجلس اداره جديد، لعيبه عقودها بتنتهي ولعيبه مهمه، انت بتتكلم في لعيبه كتيره جدا طبعاً. هيبقى عندهم الفتره اللي جايه ان انت لازم تجدد لكل اللعيبه دي. النقطه ان انت احنا مركزين في الكوره بس، ولعيبه مهمه بس في رياضات كتيره جدا. عندهم نفس الازمه داخل نادي الزمالك. ف هي لا هي الباكج ثقيله، واكيد اي حد تقدم وترشح ليكون جوه مجلس نادي الزمالك عارف ان الموضوع مش هيكون سهل. يعني اكيد بنتمنى كل التوفيق في اللي جاي لنادي الزمالك او النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. طيب خلينا نروح بعيدا عن اهلي وزمالك، نروح لمنتخب مصر اللي كان الحديث عنه الفتره اللي فاتت هو حديث الشارع المصري كله. واكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري ان مهمه وصول الفراعنه لنهائي كاس العالم لتصفيات كاس العالم باذن الله، عندك ماتشين مهمين جدا، ماتشين صعبين جدا، ولكن كل حاجه ممكنه ومش مستحيله. وده اللي كان بيتكلم فيه كيروش، بيتمنى النجاح للعيبه كلها مع انديتها في الفتره اللي جايه اكيد على صعيد الدوري المصري. وكان بيتكلم المهمه محتمله، ونتمنى لجميع اللعيبه عمل رائع باذن الله والنجاح في واجباتهم مع انديتهم. واضاف كمان ان المباراه الفاصله لكاس العالم هتكون في شهر مارس، وده بيتطلب مننا جهد كبير جدا لكل الجهاز الفني اللي موجود وللعيبه اللي موجوده. بتتكلم في ماتشين السنغال هنا، وبعد كده تروح تلعبهم هناك متفوقين عليك في نهائي كاس الامم الافريقيه واخدين البطوله. فالدوافع عندهم ممكن تكون مختلفه، ولكن مفيش حاجه مستحيله، مفيش حاجه بعيده باذن الله عن منتخبنا اللي بيمتلك عناصر مهمه. وشفنا ده، مش عايزين نقول حاجه غير ان انت بتدعم باذن الله منتخب مصر، لان انت الماتشين دول مهمين جدا 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 باذن الله ان احنا نكون موجودين في كاس عالم 2022. ان هو ده الحلم الاول والاخير لينا كلنا كمصريين. ممكن تكون اخفقت في الحصول على كاس الامم الافريقيه، ولكن اديت اداء مشرف كمنتخب مصر، بس ان انت توصل كاس عالم، اعتقد كاس عالم ده بالنسبه لنا احنا كلنا مرهان كمصريين هو الحلم الاكبر لينا ان احنا نكون موجودين في كاس العالم. ماتشين مش سهلين ابدا، ولكن ان شاء الله منتخب مصر قدها باذن الله. بنتكلم ان نهائي بطوله كاس امم افريقيا كان يوم 6 فبراير، وبدايه من 7 فبراير، واحنا خلاص اصبح الحديث كله ايه استعداداتنا ان احنا نكون بنقصي السنغال وبنخرجها من كاس العالم في قطر 2022. ده اللي كان كله الحديث حتى مع استقبال الوفد المصري والبعثه المصريه، سواء مسؤولين اجهزه فنيه، انتوا هتعملوا ايه الفتره اللي جايه؟ وقالوا لنا لسه اكيد هيكون في جلسات تتعلق برسم الخريطه في اطار استعداداتنا للمواجهتين اللي هيكونوا ان شاء الله الشهر اللي جاي. خلاص بيدرس كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر اقامه معسكر مغلق خارج القاهرة بيضم اللاعبين المحليين بعيدا عن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، على أن ينطلق المعسكر يوم 11 مارس اللي جاي. بيهدف كيروش من خلال المعسكر أنه يكون بيجهز اللعيبة المحلية بجانب ضم عناصر جديدة للتعرف عليهم بشكل أكبر قبل انطلاقة المعسكر الأخير استعدادا لمباراتي السنغال في التصفيات الخاصة بكاس العالم. ويضم منتخب مصر طبعا أكثر من لاعب من خارج الأهلي والزمالك وبيراميدز زي محمد صبحي، محمود جاد، عمر كمال، عبد الواحد، مهند لاشين، مروان داوود، مروان حمدي، اسماء كتيره جدا. ما يميز دلوقتي منتخبنا الوطني ان الحظوظ والفرص اصبحت متاحه للجميع حتى خارج الانديه الكبيره. فبالتالي كل الانديه في مصر كبيره، ولكن الانديه الاغلى اللي بتملك الاموال هي اللي ممكن كانت الحظوظ بتروح اكتر للاعبتها. دلوقتي بقى في تساوي كبير جدا ما بين الكل، اثبت نفسك وكون على قدر المسؤوليه وكون متماشي مع الخطه الخاصه بكارلوس كيروش، هيكون
اكيد ليك الفرصه للتواجد مع منتخبنا ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق لكل اللعيبه اللي هتكون موجوده مع منتخب مصر. خلينا نروح مع حضراتكم لاجابات سؤال حلقتنا النهارده، هو توقعاتك لمباراه الاهلي امام الهلال السعودي ان شاء الله. نتمنى فيها اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي. خلينا نشوف اجابات حضراتكم على سؤال حلقه النهارده. نبدا مع محمود واللي قال فوز الاهلي باذن الله 2-0. طيب شهاب نبيل كتب اتوقع الاهلي ان شاء الله هيكسب 2-1. محمد حمادة بيقول هتكون مواجهة قوية جدا وان شاء الله الاهلي يحقق الفوز 3-2. ادم محمد هتبقى مباراة قوية بس اتوقع فوز الاهلي 1-0. توقعات اكيد كتيرة ولكن الكل حاطط في الامل بغض النظر عن السكور، حاطط ان شاء الله الاهلي يكون قادر يحصد الميدالية البرونزية. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بكرة نكون موجودين معاكم قبل دلوقتي بساعتين. نبارك للنادي الاهلي والنادي الزمالك لتخطي العقبتين سواء في كاس العالم للاندية الهلال السعودي او سواء في دوري ابطال افريقيا باترو اتلتيكو الانجولي. سعيدة جدا ان انا كنت مع حضراتكم النهاردة وطبعا بتشرف بالوجود معاك دايما يا يحيى. وانا كمان والله مريان. انت كنت نايم. انا كنت مش عارف تصحيتيني ليه. انا كنت يعني خلاص قلت اخر الحلقة انام بقى خمس دقايق يعني عمال اتحايل على جلال ومعتز خلاص يعني مش كده. باي باي ونام. طيب ماشي. بشكرك اكيد يا مريم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه. بكره باذن الله حلقه جديده من صباح اون تايم نكون بنحتفل بفوز النادي الاهلي وكمان النادي الزمالك ان شاء الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا والى اللقاء.